السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سنة أولى، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على محاضرة جميلة جدا في الفسيولوجي في محاضرات الاي بي ال، وان شاء الله تكون بسيطة وتفهموها كويس. هنتكلم النهاردة بإذن الله على الهيموستيزيس. بس قبل ما نتكلم على الهيموستيزيس، خلونا كده نفرق ما بين مصطلحين قريبين من بعض شوية علشان ما يلخبطونوش، ألا وهم الهيموستيزيس والهوميوستيزيس. ممكن تكونوا سمعتوا هوميوستيزيس في المحاضرات اللي فاتت، او لسه هتسمعوها في المحاضرات اللي جايه، او ممكن تسمعوها في سيكشن على الاغلب. بس علشان ما نتلخبطش، اول حاجه هوميوستيزيس اولها هوم. هوميوستيزيس يعني بالعربي توازن. يعني ايه توازن؟ يعني الجسم قاعد كده بينظم كل حاجه في الجسم عندنا عند الاوبتيمم ليفل بتاعها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ضغط الدم، ضغط الدم النورمال ليفل بتاعه كام؟ 120 80. طيب ولنفرض ان انا ضغطي وطي، فالجسم بيحاول يعمل كام ميكانيزم كده بهدف ان هو يعليه ويوصله ل 120 80، يعمل تاكي كارديا ويزود ضربات القلب وكده بحيث ان هو يرجع تاني ل 120 80. طيب العكس نفس الحكايه، لو الضغط زاد برضو بكام ميكانيزم يرجع الجسم تاني يظبط الضغط عند 120 80. نفس الحكايه برضو لو ناخد مثال تاني، درجه الحراره، درجه حراره الجسم الاوبتيمم تمبريتشر بتاعتنا كام؟ 37. ولنفرض درجة الحرارة زادت يوم حر أيا كان السبب، فالجسم بيبدأ يعمل برضو كام ميكانيزم بهدف إن هو يقلل درجة حرارة الجسم دي ويرجعها لطبيعتها، من ضمنها مثلا إنه يخليني أعرق، وكذلك العكس لو درجة حرارة الجسم قلت، وهكذا. فهو الجسم كده قاعد إنديكيتور كده يبص حاجة زادت عن حدها يرجعها للأوبتيمال ليفل، وكذلك لو قلت. ده بالنسبة للهوميوستيزيس. أما الهيموستيزيس اللي هو موضوعنا النهاردة إن شاء الله، هو أول الكلمة هيم وستيزس، نقسم الكلمه جزئين، هيم وستيزس. هيم اللي هو بلد او دم، ستيزس يعني ايقاف او ستوبج. فمعنى الكلمه ايه؟ هيموستيزس اللي هو ستوبج اوف بليدنج، اللي هو ايقاف النزيف. فيلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد. يلا بينا. زي ما احنا اتفقنا ان الهيموستيزس قلنا الديفينيشن بتاعه هو ستوبج اوف بليدنج، منين؟ انجرد فيسلز بقى، او الإصابة اللي عندي يعني وحصل إنها نزيف. فربنا الحمد لله مدينا ميزة إن احنا جسمنا بيقدر إن هو يعمل كام حاجة اللي احنا هنقولهم دلوقتي إنه يوقف النزيف. نتخيل يا جماعة لو ما كانش ده موجود عندنا وربنا ما كانش مدينا الهبة العظيمة دي، تخيلوا إنه كان أي جرح سواء كبير أو صغير كان هيفضل ينزف دم على طول من غير ما النزيف يقف. انتم متخيلين إن كانت أي جرح فهو بمثابة خلاص حاجة كده فيتال، هنموت بعدها على طول، مفيش كلام. الحمد لله دي من رحمة ربنا ومن حكمته. تعالوا كده قبل ما نبدأ نحكي حدوتة. تخيلوا كده معانا سفينة فضائية راحت سفرة الفضاء، أيا كان بقى اللي جواها، علماء، ناس، أيا كان، هو من جواها ناس يعني، تمام. والسفينة دي وهي ماشية في الفضاء على الدائري كده راحت عاملة حادثة، والسفينة دي حصل فيها ثقب. طب احنا عارفين أولا إن الفضاء مفيهوش هواء، أو بمعنى أصح مفيهوش أكسجين، فبالتالي الناس اللي طالعه دي والسفينه اكيد هم مش مطلعين عربيه سوزوكي، يعني هم اكيد مطلعين سفينه فضائيه مجهزه بحاجات معينه علشان تساعدهم على ده، فاكيد هم عندهم معدات بتطلعهم اكسجين. نتخيل مثلا ان الثقب اللي حصل ده، طبعا يا جماعه هي حدوته خياليه ومفيش دقيق فضائي ولا اي حاجه، بس خلونا نتخيل كده ونوسع خيالنا. الثقب اللي حصل ده تخيلوا ان هو كان هيفضي الاكسجين من السفينه كلها، وكان الناس اللي جوه دول هيتخنقوا وهيموتوا. فاكيد هم اول حاجه السفينة دي لازم تبقى مصممة بطريقة معينة يعني ايه، عاملين حسابهم لحاجة زي كده تحصل، فيبقى احنا عاملين حسابنا ما نسيبش الموضوع للظروف. فالسفينة دي اكيد مصممة بمواصفات خاصة، دي اول حاجة. تاني حاجة عندنا معدات وعندنا حاجات حاطينها بحيث ان هو لو حصل اي حاجة زي كده والسفينة حصل فيها ثقب نقدر ان احنا نسده بسرعة قبل ما الهواء كله يتسرب والناس تموت. فأول حاجة إحنا قلنا إن السفينة بمواصفات خاصة، إيه هي المواصفات الخاصة؟ قالك السفينة دي والله مصممة بطريقة كده إن هو لو حصل فيها أي ثقب في الجدار بتاعها تروح عاملة تضيق. يعني إيه تضيق؟ يعني تروح جاية منكمشة على نفسها كده. طب ده بهدف إيه؟ بهدف إنها تقلل مساحة السطح اللي هي سواء في ثقب ده أو كده، تقل المساحة دي وبالتالي الأكسجين ما يخرجش أو الهواء ما يخرجش كتير. طيب ده كده بالنسبه لتصميم السفينه. احنا قلنا في احتياطات وحاجات موجوده، قال لك اه احنا جايبين حاجات كده صفايح، خلوا بالك اسمها صفايح، تمام. وحاطينها وحاطين معاها شويه وايرز كده وسلوك وفايبرز،
وحاجات دي كده محطوطه كده في ركن الامرجنسي لو احنا احتاجناها. طب بتعمل ايه بالصفايح دي؟ قال لك السفينه اول حاجه احنا قلنا انها ايه، اول ما بتحس ان في ثقب بتروح جايه ايه عامله مضيقه كده على نفسها، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه العمال اللي جايين اول ما حسوا خلاص وعرفوا ان في ثقب راحوا جايبين الصفايح دي وبداوا يحطوها فوق بعضها واحده ورا واحده ورا واحده، ويرصوهم ويحطوهم فوق بعضهم عشان يعملوا كتله، كتله من الصفايح، تمام؟ طيب دي كده هو تاني حاجة عملوها. طب عملوا ايه تاني؟ قال لك هما جابوا شوية حاجات كده ما بين الصفايح زي مسامير مثلا او حاجة، بحيث ان هما يخلوا الصفايح كده ماسكة في بعضها كويس قوي علشان ما تسيبش. طب عملوا ايه تاني؟ قال لك الخطوة بقى التالتة ان هما راحوا جايبين السلوك او الوايرز او الفايبرز دول، وراحوا جايبينها حاطينها فوق الصفايح بحيث ان هي تبقى مربوطة كده على الصفايح وعلى الارض، بحيث ان هي ايه تثبت الصفيحة أو الكتلة اللي كونوها من الصفايح دي في مكانها، وبالتالي كده يبقوا سدوا الثقب لحد ما يصلحوا الحيطة تاني وترجع سليمة، تمام؟ توتة توتة خلصت الحتوتة. وده كده علشان نقرب الدنيا شوية. طيب تعالوا بقى نترجم الكلام اللي احنا قلناه في الحدوتة ده كده على أرض الواقع، وتعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. والله في الواقع الكلام اللي بيحصل في السفينة ده كله بيحصل في جسمنا لو بلاد فيسل حصل فيه انجري. طب ازاي الكلام ده؟ اول حاجه في الستبس بتاعه الهيموستيزس قال لك اول حاجه ايه، البلاد فيسل اول ما بيحس ان فيه ثقب بيروح عامل فازو كونستريكشن. يعني ايه فازو كونستريكشن؟ يعني الوعاء الدموي ده بيروح مضيق زي السفينه بالظبط. طب هو عمل كده ليه؟ قال لك والله تخيل كده لو حصل فيه فازو دايلاتيشن، هيحصل فيه فازو دايلاتيشن ده معناه ان كميه الدم اللي رايحه في البلاد فيسل ده كتيره، وبالتالي الدم اللي هيتقط كتير. فالجسم ذكي، الجسم عايز يحافظ على الدم اللي موجود وعايز يوقف النزيف بأسرع طريقة، فأول حاجة بيعملها إيه؟ بيعمل فازو كونستريكشن، يضيق الوعاء الدموي. دي أول حاجة. تاني حاجة بيكون حاجة اسمها بليتليت بلاج. بليتليت بلاج اللي احنا قلنا عليها الصفايح اللي احنا العمال دول راحوا جايبينها وراحوا حاطينها على مكان الثقب اللي موجود في السفينة. يعني ايه بليتليت؟ يعني صفائح، اللي هي الصفائح الدموية. يعني ايه بلاج؟ يعني كتلة، يعني الصفائح الدموية بيحصل لها انها تتكتل وتتجمع واحدة ورا التانية وجنب التانية وكده جنب بعض كلهم علشان يكونوا لي كتلة، تمام؟ ده كده بالنسبة للبليتلت بلاج، عمال راحوا جايبين الصفائح وحطوه. طيب تالت حاجة بيقول لك formation of blood clot. يعني ايه blood clot؟ يعني جلطة دموية. طب هي الجلطة الدموية دي عبارة عن ايه؟ مش احنا قلنا العمال راحوا جايبين كده وايرز وسلوك كده عملوها على شكل شبكة، سلوك بالطول سلوك بالعرض، عملوها كده على شكل شبكة. هي دي البلاد كلوت، عبارة عن شبكة من الفايبرين. فايبرين ده هنقول دلوقتي هو جه منين وكده. هي مادة موجودة في الجسم، حاجة انسولوبل كده في الجسم، وبتبدأ تعمل زي فايبرز زي سلوك، تروح عاملة شبكة زي شبكة الصيادين كده يا جماعة، هنشوف صورتها قدام شوية. زي شبكة صيادين كده، وتروح عاملة عاملة ترابنج، يعني حبسة كده ما بينها شوية بقى ار بي سيز، شوية بليتلتس كده، حاجات بحيث ان هي تعمل جلطة دموية علشان الناس دماغها ما تروحش لبعيد. الناس ممكن تسمع جلطة دي، واحد جاله جلطة، واحد مات بجلطة، مش عارف ايه. احنا بنتكلم عن الجلطة اللي هي الناتشرال الطبيعية الصحية اللي انا محتاجاها علشان توقف لي نزيف، مش الجلطة التانية اللي هي حاجة باثولوجيكال وحاجة مرضية. برضو هنعرف امتى الجلطة دي بتحصل، اللي هي مش طبيعية دي امتى بتحصل. لكن دلوقتي احنا بنتكلم في البلاد كلوت اللي هي الصحية، اللي جسمي محتاجها اصلا علشان يسد الجرح ده و الدم ما ينزفش كتير، تمام؟ دي هي البلاد كلوت. يبقى تاني البلاد كلوت عبارة عن ايه؟ قالك هي عبارة عن شبكة من الفايبرين وحبسة ما بينها كام ار بي سيز على بليتلتس وايت بي سيز وكده، تمام؟ تمام. يبقى تاني نقول الستبس اوف هيموستاسيس. اول حاجة البلاد فيسل راح عامل لنفسه فازو كونستريكشن، تاني حاجة راح عامل بليتلت بلاج، تالت حاجة عمل بلاد كلوت. طيب هل التلات خطوات بيحصلوا في اي جرح في جسمنا؟ قالك لا، الخطوتين الاولى والثانيه دول ممكن نكتفي بيهم جدا لو كان الجرح صغير. يعني الجرح لو كبير بحتاج ان انا اعمل بلاد كلوت وكده علشان الـ مثلا الجرح نفسه كبير، فانا محتاجه اقفله بطريقه مثلا محكمه اكتر. لكن لو جرح بسيط زي الجروح اللي بنجرحها السطحيه او كده، بنكتفي بس ان الفازو كونستريكشن ده بيحصل والبليتلت بلاك بتكون كافيه، اللي احنا القشره اللي احنا بنشيلها يعني، ونرجع نجرح نفسنا تاني. بس هي كده عقده نفسيه ما تفهموش. بس ده كده بالنسبه للستبس. هنبدا بقى ناخد كل ستيب كده لوحدها ونعرف بتحصل ازاي. قالك اول حاجه الفازو كونستريكشن اصلا ايه الكوزز بتاعته، ايه اللي بيخلي فازو كونستريكشن ان هو يحصل؟ قالك والله في كوزز كتير. اول حاجه احنا عارفين
ان البلود فيسلز بتكون متبطنه من جوه بسموث ماسل، والسموث الماسل والسموث ماسلز دي انفولنتري، ان لا اراديه. فهي اول ما بتحس بالتروما اللي هي الصدمه، اللي هو انا طبعا اكيد ما انا وقعت واتعورت او مثلا ايا كانت التعويره دي حصلت ازاي، اكيد في تروما في صدمه. فهي مجرد ما بتحس بالصدمه دي بتروح عامله كونتراكشن، بتروح منقبضه كده على نفسها، وبالتالي تعمل لي فازو كونستريكشن. طيب هل الكونتراكشن ده انا اتحكمت فيه او عملته بارادتي؟ قال لك لا، هو انفولنتري، عشان كده بسميه مايوجينيك. طالما هو لوحده من نفسها هي اللي عملت كده فبسميها مايوجينيك. طيب ايه تاني الحاجات اللي ممكن تعمل فازو كونستريكشن؟ قال لك احنا اول حاجه احنا قلنا التروما بتعمل المايوجينيك كونتراكشن. طيب ايه تاني؟ قال لك هو التروما دي يعني انا اتخبطت كده ما اتوجعتش؟ لا، اكيد سببت بين، فالبين يروح مشغل مين؟ شغال السمباثاتيك. واحنا عارفين من الترم اللي فات ان السمباثاتيك بيعمل فازو كونستريكشن للاوعيه الدمويه، تمام؟ فالبين بسبب التروما هيروح عامل ايه؟ نيرفس ريفلكس، وبالتالي يعمل فازو كونستريكشن. طيب ايه تالي تالت حاجه؟ تالت حاجه بقى يا شباب وهي الاهم، حاجه اسمها هيومورال فاكتورز. يعني ايه هيومورال؟ هيومورال دي جايه من سائل اللي هو الدم، يعني حاجات فاكتورز كده موجوده في الدم. ايه الفاكتورز اللي موجوده في الدم؟ قال لك عندنا حاجتين او ثلاث حاجات مهمين جدا، السيروتونين والاي دي بي والثرومبوكسين اي 2. قال لك الحاجات دي بتطلع منين؟ قال لك الحاجات دي بتطلع من البليتلتس. بس هل هي بتطلع من البليتلتس على طول كده؟ قال لك لا، دي بتطلع من البليتلتس لوكال في مكان الجرح بتاعي. يعني انا اتجرحت في ايدي، هتطلع في الجرح مكان حوالين الجرح مكان ايدي اللي هو ايه؟ البليتلتس اللي موجوده هناك، مش هتطلع في كل الجسم. طيب نقولهم تاني ايه هما؟ قال لك السيروتونين او السيروتونين والاي دي بي والثرومبوكسين اي 2، تمام؟ دول ثلاث حاجات مهمين جدا بيطلعوا وبيساعدوا على الفازو كونستريكشن. هنعرف السيروتونين بيطلع منين والاي دي بي والثرومبوكسين اي 2 هما بيطلعوا مبدئيا من البليتلتس. هنعرف ايه جوه البليتلتس اللي بيطلعوا وخلوا دي في جيبكم. طيب قال لك جايب لك هنا سؤال بيقول لك ان الويتش كات هيبقى سيفير اكتر، اي انهي جرح اللي هيبقى سيفير وهينزف اكتر، الترانسفيرس ولا اللونجيتيودنال؟ قال لك والله الترانسفيرس المايوجينيك كونتراكشن اللي بيحصل بيبقى اقوى. يعني ايه؟ يعني لو انا مجروحه بالعرض، بعرض الوعاء الدموي، الجرح اللي هو بالعرض ده، لا هيبقى المايوجينيك كونتراكشن بتاع العضلات اللي هي الملساء اللي موجوده في الوعاء الدموي، لا هتبقى اقوى وهتشد الايه؟ البلاد فيسل اكتر، فتعمل فازو كونستريكشن محكم اكتر، وبالتالي النزيف مش هيبقى بلي يعني سيفير زي اللونجيتيودنال لو انا اتجرحت بالعرض. يعني لو انا اتجرحت بالعرض هيبقى ايه؟ اضعف. ده الكويشن اللي موجود هنا. الدكتوره هي موضحه وبتقول ان الفازو كونستريكشن بيكون ويكر، اضعف لو انا مجروحه بالطول او الريجولر، يعني الجرح مش منتظم، يعني مجروحه كده ايه؟ الجرح اللي هو مش حاجه مستقيمه يعني، تمام؟ طيب بيقولك برضو ان بي تانية، the greater the trauma the stronger the vasoconstriction and vice versa. sorry vice versa اللي هي والعكس صحيح. يعني ايه؟ يعني بيقولك ان انا كل ما كانت الخبطة اقوى كل ما كان الفازوكونستريكشن اللي هيحصل هيبقى اعنف واكتر، تمام؟ وهلا مدريد يا شباب، ما تزعلوش. طيب ده كده خلصنا الفازو كونستريكشن. تاني نقول سريعا اللي احنا قلناه. قلنا الفازو كونستريكشن دي اول ستيب بتحصل ازاي؟ بتحصل بثلاثه كوز، قلنا هما اتنين، واحد مهم قوي قوي قوي. الاتنين اللي هما ايه؟ قالك التروما، انا مش انا اتخبطت يبقى التروما. التروما هتعمل ايه؟ قالك التروما هتعمل مايوجينيك كونتراكشن. طيب مش انا اتخبطت واتوجعت، يبقى الوجع هيعمل ايه؟ هيشغل السمباثاتيك، والسمباثاتيك هيعمل ايه؟ هيعمل نيرفس ريفلكس ويعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. طيب ايه تالت حاجة وقلنا لها مهمة جدا جدا وهي اصلا الفعالة؟ اللي هو الحاجات الهيومرال فاكتور اللوكال اللي بتطلع من البليتلتس حوالين موضع الاصابة، اللي هم سيرتونين ثرومبوكسين اي 2 واي دي بي، تمام؟ وقلنا ان الجرح لو كان ترانسفيرس هيبقى اقل في السيفيريتي، وقلنا لو كانت التروما اقوى كل ما يبقى الفازو كونستريكشن اعنف واشد. طيب بعد كده هنتكلم على تاني ستيب اللي هي البليتلت بلاج فورميشن. طيب قال لك اول حاجه قبل ما نتكلم على البليتليت بلاج، تعالوا كده ما نبص بص على البليتليت ونشوف هي بتتكون من ايه. البليتليت زي ما احنا شايفينها في الشكل اللي قدامنا كده، هي عباره عن حاجه راوندد او اوفال كده زي ما احنا شايفين، وشايفين انها متغطيه بغشاء كده وعليه اكسات وجوه حاجات فيلامنتس ودي دوات. تعالوا نبص ونشوف ايه كل حاجه عباره عن ايه. قالك اول حاجه احنا هنتكلم على جزئين في البليتلت، البلازما ممبرين بتاعها هنشوف بيتكون من ايه، والسيتوبلازم اللي هو اللي جوه بتاعها هنشوف بيتكون من ايه. احنا هنتكلم على البلازما ممبرين اللي بره ده هنشوف بيتكون من ايه، والسيتوبلازم.
قالك البلازما الممبرين اللي انت شايفه قدامك ده، هو انت شايف ايه؟ احنا شايفين والله متغطية بحاجة كده، الخط ده كده كوت، انا شايفة قدامي كوت. قالك ايوه بالظبط، ده اسمه جلايكوجين جلايكوبروتين كوت. يبقى ده عبارة عن ايه؟ متغطية متحوطة بجلايكوبروتين كوت. طب على الجلايكوبروتين كود ده انا شايفه اكسات كده وموجوده، ايه الحاجات دي؟ قال لك والله الحاجات دي ريسبتورز. طيب طالما قلت ريسبتورز يبقى اكيد ريسبتورز بتحس حاجه او بتعرف حاجه، برضو خلوها في جيكو هنعرف الريسبتورز دي بتحس ايه. يبقى اول حاجه في البلازما ميمبرين بتاعها، اول حاجه جلايكوبروتين كود اللي محوطها ده، تاني حاجه ريسبتورز، تالت حاجة عندنا طبقة من الفوسفوليبيد بتغطي البليتلت، بتغطي سطح البليتلت، والطبقة دي مهمة جدا لأن هي بتدينا شوية فاكتورز كده بحتاجهم علشان يتوقف النزيف في الخطوات اللي جاية، يعني سواء في البليتلت بلاج أو في البلاد كلوت. بتطلع لي حاجة اسمها بليتلت فاكتور 3، وبتطلع لي حاجة اسمها أراكيدونيك أسيد، والأراكيدونيك أسيد ده هو اللي بيدينا حاجة اسمها بروستاجلاندين. حوارات كتير كده هنعرف كل حاجة بالتفصيل قدام، بس نعرف على الأقل خالص إن الفوسفوليبيد، طبقة الفوسفوليبيد دي بتطلع لنا حاجة اسمها بروستاجلاندين على الأقل، ونعرف إن البروستاجلاندين دي مهمة، وهي بروستاجلاندين دي مش مادة واحدة، هي مجموعة مواد بسميهم على بعض بروستاجلاندينز. تمام، يبقى دلوقتي عندنا 3 حاجات في الجلايكوبروتين كود. عندنا أول حاجة سوري عندنا 3 حاجات في البلازما ممبرين. عندنا أول حاجة جلايكوبروتين كود، عندنا تاني حاجة على الجلايكوبروتين كود هنلاقي فيه ريسبتورز، تالت حاجة عندنا طبقة من الفوسفوليبيد، رابع حاجة الحاجات القنوات اللي احنا شايفينها قدامنا مفتوحة دي اسمها open canalicular system. يعني ايه؟ يعني هي مجموعة قنوات مفتوحة كده. طب طالما قنوات مفتوحة يبقى اكيد بتخرج حاجة وبتدخل حاجة. طب هي بتدخل ايه وبتخرج ايه؟ هنعرف برضو قدام ان البليتلت بتكون حاجات جواها، من المكونات السيتوبلازم بيطلع شويه حاجات، والحاجات دي انا بحتاج ان انا اخرجها بره البليتلت. مش احنا كنا بنقول في الهيومورال فاكتورز دول بيطلعوا من البليتلت، سواء السيروتونين او الاي دي بي او الثرومبوكسين اي 2، الحاجات دي بتطلع من البليتلت فهي بتتكون جوه، فهتطلع من خلال ايه؟ هتطلع من خلال الاوبن كاناليكولار سيستم ده. طيب احنا قلنا بتدخل حاجات وبتخرج حاجات، بتدخل ايه بقى؟ قالك هي بتدخل حاجات من ضمنها اهم حاجه اللي احنا هنذكرها اللي هو الكالسيوم. الكالسيوم ده برضو حطوها في جيبكو، هنتكلم عن دور الكالسيوم، يعني هنعرف ان الكالسيوم ليه دور مهم جدا في ايقاف النزيف. فهي بتدخل الكالسيوم، وطالما هي بتدخل الكالسيوم احنا محتاجين الكالسيوم في حاجه جوه، هنقول برضو بنحتاج الكالسيوم في ايه، بس نعرف انها بتدخل الكالسيوم وبتخرج الحاجات اللي بتتكون جوه زي السيروتونين، زي الثرومبوكسين اي 2، زي الاي دي بي. تمام، طيب ده كده بالنسبه للبلازما ميمبرين. طيب بالنسبه بقى لمكونات السيتوبلازم، قالك عندنا السيتوبلازم بيتكون من حاجتين اساسيين وشويه حاجات كده اكسسوارز جنبها. ايه هما الحاجتين الاساسيين؟ قالك عندنا حاجه اسمها كونتراكتايل بروتين، الخيوط الفيلامنت دي. كونتراكتايل بروتين سمعناها فين قبل كده؟ سمعناها اكيد في الماسكول سكيليتال، واحنا بنشوف تركيب العضله كنا بنقول ان العضله عباره الاصغر وحده فيها عباره عن كونتراكتايل بروتينز كده، الاكتين والمايسين. هنا نفس الحكايه في البليتلت، عندها اكتين ومايسين. واحد هيقول لي طب يا البليتلت مالها ومال الحوارات دي، ايه اللي دخلها في الكلام ده وبتعمل ايه بالاكتين والمايسين؟ قال لك ما هو بص تعالى كده بنبص لها من زاويه تانية، مش هي حاجات بتتكون جواها وانا عايز اخرج الحاجات دي من جواها، فانا بحتاج حاجه كده تروح عامله زي سكويزنج كده تبص الحاجات اللي جوه دي وتخرجها بره. هي دي وظيفه الكونتراكتايل بروتين اللي هي الفيلامنت سواء الاكتين او المايسين. تمام، طيب الشيء بالشيء يذكر بقى، احنا قلنا دلوقتي دول بينقبضوا بيطلعوا الحاجات اللي جوه البليتلت وتخرجها لنا بره. طيب هما بيحتاجوا ايه عشان ينقبضوا؟ مظبوط، بيحتاجوا كالسيوم. ايونات الكالسيوم اللي احنا قلنا بنحتاجها في حاجه جوه، هي دي الحاجه اللي احنا بنحتاجها فيها، بنحتاجها علشان تعمل كونتراكشن للفيلامنت دي وتخرج لي الكومبوننتس اللي بتتكون جوه البليتلت بره. طيب ده كده بالنسبه للكونتراكتايل بروتين. تاني حاجة وحاجة مهمة جدا بقى الجرانيولز، النقط دي جرانيولز يعني حبيبات، هي حبيبات اهي، وهم نوعين من الحبيبات. قالك الحبيبات دول عندنا هم دنس جرانيولز، حبيبات بسميها كده دنس جرانيولز، والفا جرانيولز. دنس اللي هي غامقة شوية، والفا هي اسمها الفا. تمام ماشي، كل واحدة بتطلع ايه؟ طالما انا فرقتهم نوعين يبقى اكيد كل واحدة ليها سكريشنز غير التانية. قالك والله الدنس جرانيولز دي بتطلع لي 3 حاجات بستخدمهم في 3 خطوات. ايه الكلام ده؟ علشان ما ننساهاش، 3 حاجات هستخدمهم في ال3 خطوات بالراحة كده ونقول ال3 حاجات. اول حاجة السيرتونين، تاني حاجة الاي دي بي، تالت حاجة
الكالسيوم. طيب انا بستخدم دول كده الثلاث حاجات اللي بيطلعوا، بستخدمهم في انهي ثلاث خطوات؟ بستخدمهم في الثلاث خطوات بتاع الهيموستيزس. قال لك السيرتونين ده بحتاجه في الخطوه الاولانيه اللي هي الفازو كونستريكشن، والاي دي بي بحتاجه في الخطوه الثانيه اللي هي البليتليت بلج. فاكرين الريسبتورز اللي احنا قلنا عليها دي؟ من ضمن الريسبتورز في ريسبتورز للاي دي بي مهمه جدا علشان تعمل خطوه كده معينه هنقول عليها اسمها بليتليت اجريجيشن قدام. هي بتمسك في الريسبتور ده كده وتروح مطلعه زي دراع، وتروح ماسكه في الريسبتور بتاع بليتليت تانيه، وتروح رابطه الاتنين مثلا ببعض، اللي هو كنوع من انها ايه، بتعمل اجريجيشن تزاحم كده للبليتليت. صح. محتاج ال اي دي بي في الخطوه التانيه علشان هو اللي بيساعد ان هو بيمسك في الريسبتور وبيساعد في البليتليت اجريجيشن، وهنذكر ده قدام بالتفصيل، بس نعرف ان احنا بنحتاجه في الخطوه التانيه. طيب كده احنا قلنا حاجتين. تالت حاجه اللي هي الكالسيوم، الكالسيوم انا بحتاجه في الخطوه الثالثه اللي هي البليتليت بلاج سوري البليتليت كلوت سوري اللي انا بقول بلاد كلوت. وهنعرف برضو بنحتاجه في ايه بالظبط في البلاد كلوت لما نيجي نشرحها. يبقى كده احنا قلنا الدنس جرانيولز بتطلع ثلاث حاجات، سيرتونين بحتاجه في اول خطوه الفازو كونستريكشن، اي دي بي بحتاجه في تاني خطوه البليتليت بلاج، كالسيوم بحتاجه في البلاد كلوت، وهنشوف دوره بالتفصيل. ده كده بالنسبه للدنس جرانيولز. طب الالفا جرانيولز بقى بتطلع ايه؟ قال لك والله الالفا جرانيولز دي مهمه جدا وبتطلع لي حاجات في غايه الاهميه، بس اهم حاجه فيهم بتطلعها وهنذكرها ممكن متاخر شويه في المحاضره، بس خليكم فاكرينها، حاجه اسمها بليتليت درايف دي جروس فاكتور. بليتليت درايف دي جروس فاكتور ايه المركب ده؟ قال لك المركب ده من اسمه جروس فاكتوري، يعني بيساعد على الهيلينج بتاع الوند بعد ما نوقف النزيف. اول ما خلاص البلاد كلوت اتكونت وخلاص كله تمام التمام والسفينه لحقناها ومفيش حاجه، نبدا بقى ساعتها البليتلتس الصفايح دي تروح مطلعه البي دي جي اف اللي هو البليتلت درايف جروس فاكتور. ده بيساعد ان على الهيلينج بتاع الوند بعد ايه، ايقاف النزيف. دي اهم ماده بتطلعها، وبتطلع لي فاكتور كده على جنب اسمه فاكتور 13، وبرضو خلوه في جيبكو هنعرف دور الفاكتور ده. بالمناسبة الفاكتور ده اسمه ولا خلونا برضو نقول اسمه، لان اسمه هو وظيفته، فخلونا عشان ما احرقش عليكم المفاجآت. تمام. يبقى هي بتطلع حاجات كتير، اهم حاجتين فيهم بس نذكرهم، حاجة اسمها ايه بي دي جي اف والفاكتور 13. دول بيطلعوا منين؟ بيطلعوا من الالفا جرانيولز. ده كده بالنسبة لأهم مكونين من مكونات السيتوبلازم بتاع البليتليت اللي هما كونتراكتال بروتين والجرانيولز. طب احنا قلنا في شوية اكسسوارز كده، ايه هما الاكسسوارز دول؟ قالك والله الاكسسوارز دول زي الحاجات اللي موجودة في كل الخلايا، الاورجانيلز اللي موجودة في الخلايا، ميتوكوندريا، لايزوزومز وكده، اورجانيلز موجودة في كل الخلايا فمش هعمل عليها زوم قوي. طيب ايه تاني موجود فيها؟ قالك موجود برضو عندنا جلايكوجين. طب جلايكوجين اللي بعمل بيه ايه؟ قال لك ما هي الخلايا دي بتشتغل وبتطلع حاجات ومش عارفه ايه وبتنقبض وكده، محتاجه انرجي، فالجلايكوجين بحتاج انرجي، فالجلايكوجين موجود في السيتوبلازم. ايه كمان؟ قال لك انزيمز، شويه انزيمز كده موجودين بحتاجهم عشان اصنع بروستاجلاندينز ومش عارفه ايه، برده هم شويه انزيمز البليتلت محتاجاهم. لكن اهم حاجه نقولها في السيتوبلازم الكونتراكتايل بروتين والجرانيولز. ده كده بالنسبه لتركيب البليتلت. تعالوا بينا يلا نشوف البليتليت بلاج دي بتتكون ازاي. قالك دلوقتي البليتليت بلاج علشان تتكون بتتم على كذا خطوة. اول خطوة اسمها البليتليت ادهيجن، تاني خطوة اسمها الاكتيفيشن، تالت خطوة اسمها الريليز، رابع خطوة اسمها الاجريجيشن، وخامس خطوة اسمها الفيوجن. هنعرف كل خطوه بالتفصيل بس نعرفهم دلوقتي كاسامي، ان هما البليتليت البليتليت بلاج علشان تتكون بتتم على كذا خطوه. طيب نبدا باول خطوه اللي هي البليتليت ادهيجن. يعني ايه ادهيجن؟ الادهيجن ده اللي هو الالتصاق، يعني البليتليت كده بتروح جايه وتلزق مكان الاصابه. طب هي بتعرف اصلا ان في اصابه ازاي؟ البليتليت دي بقى ازاي هتعرف اصلا ان في اصابه عشان تروح تلزق هناك؟ قال لك بص تعالى كده نبص على الصوره دي. قالك ده الروز ده اللي احنا ماشيين عليه بالماوس، ده الاندوثيليوم. الاندوثيليوم ده هو حاجة كده سموث ناعمة بتبطن البلود فيسل من جوه، ودي مهمة جدا ان هي بتزحلق البليتلتس كده عليها، واحنا عارفين ان البليتلت متغطية بطبقة من الجلايكوبروتين كوت، وده برضو بيساعدها انها ماشية كده تتزحلق على الاندوثيليوم وما بتقفش ولا بتتكتل ولا اي حاجة ومفيش اي مشكلة. طب ايه اللي بيخليها تقف؟ اللي بيخليها تقف الانجري.
طب ايه هي هتعرف منين ان في انجري؟ تعالوا كده بصوا على هنا المكان ده بالظبط، قالك المكان ده اهو الاندوثيليوم ده اتقطع من الانجري، اتقطع، فمين اللي ظهر؟ الطبقه اللي تحته اللي هي الكولاجين، فهي بقى البليتلت ماشيه اهي في الدم ومفيش اي مشكله، راحت شايفه الكولاجين حست بيه راحت جايه لازقه. طب انتوا خدتوا بالكوا ان دي مدوره ودي عامله شكل ستار كده او شكل ريجولر؟ هي البليتلت اول ما بتلزق بتروح مغيره شكلها كده، وده بسميه اكتيفيشن، ان هي كده يبقى كده هي اتاكتيفت طالما غيرت شكلها، بتطلع حاجه اسمها زودوبوديا. شايفين البروزات دي؟ زودوبوديا يعني اقدام كاذبه، فكده بتبقى البليتلت اتنشطت. طب يعني ايه اتنشطت؟ هي بتلزق، مش المفروض انها كده زي خلاص يعني مش محتاجين اكتر من كده؟ قالك لا، هي بتحتاج انها يحصل لها اكتيفيشن الاول قبل ما تقوم بشغلها، تمام؟ يبقى البليتلت اهي مدوره وما فيهاش اي حاجه وماشيه في البلد وبتتزحلق على الاندوثيليوم، اول ما حست ان الجلايكوجين ظهر فعرفت ان البلد فيسل ده مقطوع، فراحت جايه لازقه هنا وراحت مغيره شكلها وراحت مناديه لاصحابها وعملت بليتلت اجريجيشن. طب نادت لهم ازاي؟ نادت لهم عن طريق الريليز، فرزت كام حاجه، طلعت كام حاجه، كام ماده، راحت ندهت لاصحابها واصحابها جيهم لزقوا معاها علشان يسدوا الجرح ويكونوا لي البليتلت بلاج اللي احنا شايفينها دي، تمام؟ يبقى اول حاجه البليتلت حصل لها ادهيجن، جت لزقت. تاني حاجه راحت عامله اكتيفيشن، اكتيفت. تالت حاجه راحت مطلعه شويه حاجات، شويه مواد كده هنقولهم علشان تنادي لاصحابها ان هم يجوا يلزقوا جنبها. ورابع حاجه عملت الاجريجيشن، صحابها جم خلاص. وخامس حاجه عملت الفيوجن. يعني ايه فيوجن؟ يعني تحسوا كده انها اندمجت او التحمت مع بعضها، بحيث ان يعني مش كل بليتلت في حالها، هم هنشوف فيديو دلوقتي وهنشوف ازاي بيلتحموا مع بعض وبيبقوا كده كانهم ماسكين في ايد بعض، يعني علشان ايه؟ تبقى البليتلت بلاك دي محكمه اكتر، تمام؟ ده كده بالنسبه ان البليتلت عرفت ازاي ان في انجري. طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده بالتفصيل. قال لك الادهيجن، قال لك اول حاجه زي ما احنا قلنا ان البليتلت بتروح ماسكه في الكولاجين عن طريق انها لما بتحس بالكولاجين ده وبتعرف كده ان في انجري. طب هي بتمسك في الكولاجين عن طريق ايه؟ قال لك هي بتمسك في الكولاجين عن طريق حاجه اسمها او فاكتور اسمه فان وليبراند فاكتور. فان وليبراند فاكتور ده مهم جدا. اول ما اقول ادهيجن اقول فان وليبراند فاكتور على طول. طب ايه دور الفاكتور ده؟ قال لك الفاكتور ده هو عباره عن حلقه وصل. يعني ايه؟ يعني بيروح الفاكتور ده ماسك بايد، راح ماسك في الريسبتور بتاع البليتلت، وبالايد التانيه ماسك في الكولاجين، وكده يبقى ماسكهم في بعض. يعني البليتلت عشان تلزق ما بتروحش تلزق كده بذات نفسها، بتحتاج الفان وليبراند فاكتور ده ان هو يمسك في الريسبتور بتاعها ويمسك في الكولاجين، وكده تبقى لزقت مكان الانجري، تمام؟ يبقى اول ما اقول ادهيجن اهم حاجه اقول الفان وليبراند فاكتور هو اصلا اللي بيساعد على الادهيجن. طيب تاني مرحله احنا قلنا بتتغير شكلها وبتطلع زودو بودي وكده، وبتبقى كده حصل لها ايه؟ اكتيفيشن. يبقى تاني مرحله من البليتلت بلاك فورميشن الاكتيفيشن، ان هي اول ما بتلزق في الكولاجين مجرد ما لزقت في الكولاجين خلاص هي كده اتاكتيفت وتبدا تغير في شكلها وتحصل لها سويلنج، تنتفخ كده وتبدا تطلع ديستشارجز اللي جواها الكونتنت اللي الجرانيولز اللي احنا ذكرناها ان الجرانيولز بتكونها، تمام؟ من ضمن الجرانيولز من ضمن الكومبوننتس اللي بتطلع دي حاجه اسمها الاي دي بي. الاي دي بي ده بحتاجه في الخطوه اللي بعدها لان هو اللي بيروح ينادي على البليتلتس الثانيه، تمام؟ يبقى دلوقتي الاكتيفيشن، مرحله الاكتيفيشن ما فيش فيها اي كلام، هي جاست ان هي خلاص لزقت في الكولاجين، هي كده خلاص حصل لها اكتيفيشن. ايه التغيرات اللي بتحصل في شكلها؟ بيحصل لها سويلنج وتبدا تطلع الديستشارجز اللي جواها. طيب تالت مرحلة اللي هي الريليز، قال لك والله الكونتنتس اللي موجودة اللي الجرانيولز بتطلعها دي كلها بيحصل لها ريليز. زي ايه بقى؟ اللي احنا قلنا عليهم الاي دي بي والسيرتونين والكالسيوم، دول ثلاث حاجات اللي بيطلعهم الدنس جرانيولز، طلع برضه ثرومبوكسين اي 2 من الالفا جرانيولز وهكذا. الفاكتورز دي والكواجيوليشن فاكتور والثرومبوكسين وكده، الحاجات دي بتتصنع وتفرز في خلال من الاكتيفيتد بليتلتس. يعني دي بتطلع، لازم الحاجات دي بتطلع منين؟ من الاكتيفيتد بليتلتس، لازم يكون حصل لها اكتيفيشن. يعني ايه حصل لها اكتيفيشن؟ يعني لزقت في الكولاجين. افهم من كده انها ما بتطلعش في الحاله العاديه والبليتلت ماشيه في الدم ومفيش حاجه، مفيش انجري ولا اي حاجه؟ قال لك لا، ما بتطلعش. هي بتطلع امتى؟ بتطلع بس في مكان الانجري، تمام؟ ده كده بالنسبه للبليتلت ريليز. بعد كده المرحلة الرابعة البليتلت اكتيف اجريجيشن، قال لك الريليز ده بقى الاي تي بي، الاي دي بي اللي احنا كنا قلنا عليه والثرومبوكسين وكده، دول بقى بيروحوا ينادوا على اصحاب البليتلتس يقول لهم كده تعالوا عندنا، عندنا اسمها ايه، عندنا انجري،
عندنا إصابة، تعالوا كده عشان عايزين نسد ده. فهما دول اللي بيروحوا ينادوا عليهم. طيب ده اللي بيخلي ان مور اي دي بي عمال يتفرز وينادي على البليتلتس التانية ويعمل لهم اكتيفيشن وهكذا، تمام؟ وكده ابقى انا كونت بليتلت بلاج. ناقص لنا اخر مرحلة اللي هي الفيوجن، والفيوجن دي اللي هي التحام. يعني ايه التحام؟ يعني اخليها كده ملتحمة كده ومتجانسة مع بعضها علشان تكون متماسكة اكتر. قال لك هو ده بقى بيبقى irreversible fusion. يعني irreversible يعني مش حاجة reversible اللي هي بتتكون وتتفك، لأ هو irreversible، بيحصل فيوجن. والفيوجن ده بيحصل عند السايت اوف انجري زي احنا اتفقنا، وده بيحصل بسبب ثلاث حاجات. قال لك الاي دي بي، اللي هو الاي دي بي ده اصلا يعني حاجه كده زي البوس في المرحله دي في البليتلت بلاج، هو اللي احنا قلنا، احنا اصلا قلنا احنا بنحتاجه في المرحله الثانيه، فهو زي البوس كده، هو اللي بيروح ينادي على البليتلتس، وهو اللي بيعمل بيساعدها في الاكتيفيشن، وهو كمان اللي بيساعد في الفيوجن ان هي تلتحم كده مع بعضها وتكون كتله متماسكه. فالفيوجن ده بيحصل بسبب ثلاث حاجات. اول حاجه الاي دي بي، تاني حاجه هنشوف الثرومبين ده دوره ايه قدام، وثالث حاجه الانزيمز اللي موجوده في البليتلت عادي. تمام، دول الخمس مراحل بتوع البليتلت بلاج. وكده نكون خلصنا البليتلت بلاج. تعالوا كده نشوف فيديو علشان نوضح. In a first step towards clot formation, platelets are recruited to the site of vessel injury by now exposed molecules of the vessel wall, such as collagen and von Willebrand factor. This factor mediates the linking of platelets to collagen via a specific receptor in the platelet membrane. The resulting change of shape of the platelet from its resting state into the dendritic form indicates activation. The activated platelet in The resulting change of shape of the platelet from its resting state into the dendritic form indicates activation. The activated platelet in turn releases prothrombotic molecules such as adenosine diphosphate ADP. By binding to its receptors, ADP induces aggregation. And recruits further platelets to the site. ويعمل نفس الحكايه ويطلع اي دي بي اكتر وهكذا. Thromboxane is another important mediator of platelet activation and aggregation. Under its influence, the platelets cross-link with each other. بتساعد على مور بليتلتس انها تتجمع. These interlocking mechanisms cause platelet activation to snowball. The clot grows rapidly. Activated platelets also trigger the coagulation cascade and thus the formation of thrombin. Thrombin in turn stimulates platelet activation even further, a continuous feedback loop. Additionally, thrombin induces the formation of fibrin for the mesh stabilizing the clot. The self-reinforcing process of platelet activation, crucial in the formation of blood clots. وعاملة ترابنج جواها للبليتلتس والار بي سيز. دي كده اول حاجة في تكوين البليتلت في البلاط. Is an obvious therapeutic target in conditions caused by inappropriately triggered blood. على المرحلة التالتة والاخيرة اللي هي البلاط كلوت فورميشن. قال لك المرحلة دي احنا بنلجأ لها امتى؟ تعالوا كده نفتكر، احنا قلنا في اول الشرح ان هو لو الجرح بسيط بكتفي باول مرحلتين الفازو كونستريكشن والبليتلت بلاط. لكن دلوقتي لو الجرح اكتر بحتاج ان انا اعمل كواجيوليشن وتجلط واكون جلطه دمويه. قال لك والله العمليه دي بتتم، احنا قلنا ان هي عباره عن اصلا ايه، عباره عن فايبرين وحامل جواه ترابنج الايه الار بي سيز وبليتلتس. طيب الفايبرين ده بيجي منين؟ قال لك الفايبرين ده مصدره حاجه اسمها فايبرينوجين. الفايبرينوجين ده بيبقى سولابل في الدم، حاجه ماده دايبه في الدم. في حاله النورمال ستيت العاديه اللي احنا فيها دي الفايبرينوجين ده دايب في الدم. طيب لما يحصل انجري، قال لك لما يحصل انجري الفايبرينوجين ده بيتحول لانسولابل ثريدز، خيوط انسولابل يعني غير ذائبه في الدم، وبسميها الفايبر. يبقى احنا كده عرفنا مصدر الفايبرين هو جه منين. طيب البلات كلوت اللي اتكونت دي من الفايبرين بتعمل زي ما احنا قلنا ترابنج جواها لبلات سيلز، وايت بلات سيل وريد بلات سيل وبليتلتس. تمام، طيب
قال لك والله البلاد كلوت دي علشان تتكون ما بتتكونش كده خلاص، يعني الفايبرين اتكون كده طب ما انا بحتاج حاجات عشان تحول الفايبرينجن لفايبرين، وبحتاج حاجات علشان يعني تصنع الماده اللي انا محتاجاه، وهكذا. هما فاكتورز كده هنقولهم دلوقتي حالا بالتفصيل، بس نعرف ان العمليه دي بتبقى محتاجه كلوتنج فاكتورز. طب الكلوتنج فاكتورز دي، الكلوتنج يعني ايه؟ يعني تجلط، وفاكتورز اللي هي فاكتورز يعني حاجات بتساعد في التجلط، مواد بتساعد في التجلط. المواد دي قال لك اول حاجه هي بتتصنع في الليفر، وفي منها مواد هنقسمها لكام جروب قدام وهنعرف كل جروب عباره عن ايه. اهم حاجه بس دلوقتي ان احنا نعرف ان البلاد كلوت عشان تتكون محتاجه كلوتنج فاكتور، حاجات تساعدها، مواد كيميائيه كده تساعدها، والمواد دي بتتصنع في الليفر، ما عدا بس هستثني كام فاكتور اللي هو فاكتور 3 وفاكتور 4 وفي 1 فيليبرانت فاكتور وفاكتور 13. الفاكتورز دي بتتصنع المفروض انها في البليتلتس، لكن باقي البلاد باقي الكلوتنج فاكتورز بتتصنع في الليفر. طيب قال لك هي والله هي بتتصنع في الليفر وموجوده في الجسم وكل حاجه، لكنها بريزنت ان ان اكتف فورم. يعني ايه ان اكتف فورم؟ بسميها برو انزيم. برو دي سابقه، بمعنى اللي هو لسه حاجه بدائيه، يعني حاجه مش شغاله، ان اكتف. فديورنج ريست في الحاله العاديه اللي احنا فيها الحاجات دي بتكون موجوده بس في صوره ان اكتف. بتتاكتف امتى؟ بتتاكتف لو في انجري وانا محتاجه اكون بلاد كلوت. تمام. طيب تعالوا كده اما نشوف الفاكتورز دي بتشتغل ازاي. تعالوا كده نبص مع بعض في الصوره دي. عندنا الفايبرينجن زي ما احنا قلنا، بصوا الجلطه الدمويه يعني ده شكل تقريبي كده ليها، هي عباره عن زي شبكه كده وعامله ترابنج جواها الار بي سيز وبليتلتس. تعالوا كده اما نقول، احنا قلنا في الاول ان اللي هي الفايبرين ده بيتكون من حاجه اسمها فايبرينجن، والفايبرينجن ده بيبقى موجود في صوره سولابل في الدم. علشان يتحول لفايبرين انا بحتاج له ماده اسمها ثرومبين. طيب ماده الثرومبين دي انا بجيبها منين؟ هي بتبقى موجوده كده ولا بتحتاج انها تتصنع؟ قال لك ما هي دي احد الكلوتينج فاكتور، واحنا اساسا قايلين ان الكلوتينج فاكتورز دول بيكون موجودين في الدم في صوره برو انزيم، في صوره ان اكتف. فاول ما انا بحتاج ان انا اعمل بلاد كلوت بتتاكتف بقى، فبيبقى موجود في صوره ايه؟ قال لك بيبقى موجود في صوره حاجه اسمها برو ثرومبين، يعني الثرومبين بيبقى موجود في صوره برو ثرومبين اللي هو البرو انزيم. طيب علشان احوله للثرومبين بحتاج كومبلكس كده، حاجه كده ماده مش مادة كومبلكس كده، يعني حاجة مركب عبارة عن فاكتور 10 وفاكتور 5. ده رقم 10 باللاتيني وده رقم 5 باللاتيني. الاي دي يعني اكتيفيتد، يعني شغال، يعني فاكتور 10 ده بيبقى موجود بس انا بحتاج اعمل له اكتيفيشن. تمام. ففاكتور 10 الاكتيفيتد ومعاه فاكتور 5 ومعاه كالسيوم وكده. بس اهم حاجة ان الكومبلكس ده انا بحتاج حاجتين اساسيين انا محتاجاهم، فاكتور 10 وفاكتور 5. يبقى دول كده اول فاكتورز يمكن نقولهم بالارقام علشان ما ننساهمش، فاكتور 10 وفاكتور 5. طيب فاكتور 10 ده انا بحتاج اجيبه بطريقه من اتنين، عندي طريقين اجيبه منهم، طريق اسمه extrinsic pathway وطريق intrinsic pathway. يعني ايه extrinsic ويعني ايه intrinsic؟ extrinsic يعني خارجي وintrinsic يعني داخلي. طب داخل ايه وخارج ايه يا عم انت عمال تقول ايه؟ قال لك احنا دلوقتي عمال نتكلم فين؟ جوه البلاد فيسل. فطالما العمليه او الباثوي ده حصل جوه البلاد فيسل فبسميه intrinsic pathway، ولو حصل خارج البلاد فيسل من التشو المجاور مثلا فانا بسميه extrinsic pathway. طيب قال لك تعالوا نبدا بالextrinsic pathway بما انه قصير. قال لك الextrinsic pathway ده انا ما بحتاجش فيه اصلا اي حاجه غير فاكتور 7، الفي دي اللي هي 5، لو حطيت جنبها 1 بقت 6 وكده بقت 7، علشان يعني الناس لسه ما يعرفوش الحروف الارقام اللاتيني. فده كده فاكتور 7، انا بحتاج فاكتور 7 موجود في التشو بره بيحصل له اكتيفيشن. طيب فاكتور 7 اللي حصل له اكتيفيشن مع الكالسيوم يعملوا ايه؟ قال لك ده فاكتور 10 اهو يعملوا له اكتيفيشن ويجيبوا لي فاكتور 10 الاكتيفيتد اللي انا محتاجاه. بصوا الاكسترنسك باسوي ما فيهوش اي حاجه، قال لك فاكتور 7 اهو حصل له اكتيفيشن، فاكتور 7 اللي هو الاكتيفيتد ده راح عامل اكتيفيشن لفاكتور 10 بمساعده الكالسيوم اتحول لفاكتور 10 الاكتيفيتد اللي انا محتاجاه. يبقى انا في الاكسترنسك باسوي بحتاج كام فاكتور؟ فاكتور واحد بس اللي هو فاكتور 7 هو اللي بيعمل اكتيفيشن مباشره. طيب في الانترنسك باسوي، قال لك الانترنسك باسوي ده كده احنا هنمشي على مهلنا خطوه خطوه. قال لك اول حاجه فاكتور 10 انا بحتاج اكتيفه، مين اللي هيكتفه لي؟ قال لك هياكتف فاكتور 10 فاكتور 8 وفاكتور 9. الاكس وقبلها 1 9، يعني كانها 10 وهطرح منها 1 9، والفي وجنبها 3 وحايد يعني 6 7 8. دول ده فاكتور 8 وده فاكتور 9.
طيب مين زي ما احنا قلنا دول الفاكتور 8 وفاكتور 9 دول بيعملوا اكتيفيشن لمين؟ بيعملوا الاكتيفيشن لفاكتور 10. طب هما دول يعني مين اللي هياكتفهم؟ قال لك اللي بيأكتف دول فاكتور 11. يبقى فاكتور 11 بيعمل اكتيفيشن لمين؟ ل 8 وال 9 و9 سوري 8 و9 وال9 بيعمل اكتيفيشن لمين؟ بيعمل اكتيفيشن لفاكتور 10. طب فاكتور 11 مين اللي هيعمل له اكتيفيشن؟ قال لك فاكتور 11 هيعمل له اكتيفيشن فاكتور 12. وكده نبقى احنا خلاص فاكتور 12 هو اساسا متاكتف من الكولاجين، عند الكولاجين بيحصل له اكتيفيشن على طول. يبقى فاكتور 12 في الكولاجين بيروح حاصل له اكتيفيشن على طول، مش بيحتاج حد ياكتف، ويروح عامل اكتيفيشن يساعد صاحبه بقى مين اللي بعده؟ فاكتور 11. يبقى فاكتور 12 يساعد فاكتور 11، ويجي فاكتور 11 يساعد فاكتور 9 و8، وفاكتور 9 و8 يروحوا يساعدوا فاكتور 10 بمساعدة الكالسيوم، ويجيبوا لنا فاكتور 10 الاكتيفيتد اللي احنا محتاجينه. الانترنسك باسوي سهل جدا، احنا بنحتاج فيه فاكتور 8 و9 و11 و12. هنبدأ من مين؟ هنبدأ من فاكتور 12. فاكتور 12 ساعد فاكتور 11، وفاكتور 11 ساعد 9 و8، و9 و8 ساعدوا مين؟ فاكتور 10 اللي احنا محتاجينه. طب في الاكسترنسك باسوي قال لك لا، في الاكسترنسك باسوي هو فاكتور 7 بس بيعمل اكتيفيشن لفاكتور 10 وخلاص، كده خلصت الحكايه. طب احنا كده شايفين طريق قصير وطريق طويل، نتوقع مين اللي بياخد وقت اكتر؟ قال لك طبعا الانترنسك باسوي، ده خطوات كتير على ما وصلت للاكتيفيتد فورم، وهنا خطوه واحده بس، فده فعلا بيحصل في ثواني كمان 15 ثانية كده ولا حاجة، لكن ده بياخد من دقيقة لست دقايق، فده أطول في الوقت. وطالما هو أطول في الوقت وكل خطوة ماشية على مهلها وبراحتها، فكده هو more efficient. قال لك طب طالما ده more efficient أحسن من ده، أنا ليه بعمل ده أصلا؟ قال لك أنا بعمل ده كده حاجة أنا محتاجة أوقف النزيف بأسرع طريقة، فبعمل كل اللي أقدر عليه. فالتشو بيساعد باللي يقدر عليه حتى لو حاجة مش effective قوي، بس أهي بتوقف الدم شوية. لكن الانترنسك هو اللي بيكون مور افيشنت، والفاكتورز اللي فيه بتبقى طبعا مهمه جدا، وزي ما احنا قلنا كلهم بيبقوا موجودين في صوره ان اكتف في الجسم، وبحتاج احولهم للصوره الاكتف علشان يشتغلوا. لان تخيلوا كده لو كانوا موجودين في الصوره الاكتيفيتد، كان اي حد ممكن يجيله جلطه في اي لحظه وفي اي مكان في جسمه، وغلطات كتير تتكون بالعبيط ما كناش هنعرف نسيطر عليها. لكن من رحمه ربنا ان هي في صوره برو انزيمز، وما بتشتغلش وما بتتاكتفش الا في حاله الاصابه بس. يبقى ده كده بالنسبه للبلاد كلوت فورميشن. الصوره دي جميله جدا، يا ريت تاخدوها سكرين شوت وتذاكروا منها. وهنعيد تاني ونقول ايه اللي حصل. قال لك اول حاجه احنا محتاجين الفايبرينوجين اللي هو السولابل في الدم يتحول لفايبرين اللي هو الانسولابل اللي هي الشبكه دي. طب بحتاج ايه علشان احوله؟ قال لك بحتاج السترومبين. طب ودلوقتي السترومبين هجيبه منين؟ هجيب السترومبين من البروسترومبين. طب علشان اجيب السترومبين محتاج مين؟ محتاجين كومبلكس كده اسمه بروسترومبين اكتيفيتور كومبلكس. بروسترومبين اكتيفيتور كومبلكس هو اسمه، انا محتاج اعمل اكتيفيتور هو اسمه كده اكتيفيتور. طب الكومبلكس ده عباره عن ايه؟ قال لك هو عباره كده هنشوفها في الفيديو، عباره كده عن حاجه فاكتور 10 وشايل عليه فاكتور 5، والاثنين بيساعدوا ان البروسترومبين يتحول لثرومبين. طيب الكومبلكس ده انا محتاجه فيه تو فاكتورز اللي هما مين؟ فاكتور 10 وفاكتور 5. طب حلو، فاكتور 5 موجود مقدور عليه، فاكتور 10 بقى اللي تعبنا ده هنجيبه منين؟ هنجيبه يا اما من اكسترنسك باسوي بحتاج فيه فاكتور 7 بس، وانترنسك باسوي بحتاج فيه 4 فاكتور. فاكتور 12 هيتاكتف عند الكولاجين على طول ويروح جاي مأكتف فاكتور 11. فاكتور 11 اللي اتاكتف ده يروح داخل على مين؟ فاكتور 9 وفاكتور 8، يروح عامل لهم اكتيفيشن، ودول يروحوا جايين بمساعده الكالسيوم يحولوا لي الفاكتور 10 اللي مش اكتيفيتد لفاكتور 10 الاكتيفيتد اللي احنا محتاجينه. وكده انا كونت بلاد كلوت. بس البلاد كلوت اللي انا كونتها دي تعبانه كده ولوز، يعني ضعيفه مهترئه مش قويه كده وتسد، فانا بحتاج ان انا احط عليها فاكتور كمان زياده يخليها فايبرين تايت كده، وخليها حاجه كده متماسكه وقويه، فاكتور يدعمها. مين الفاكتور اللي هيدعمها؟ فاكتور مهم جدا كنا قلنا ان هو بيطلع من الالفا جرانيولز، وقلنا ان احنا هنقول وظيفته قدام اللي هو الفاكتور 13. فاكتور 13 اسمه، احنا قلنا اسمه هو وظيفته، اسمه فايبرين ستابلايزنج فاكتور. فايبرين ستابلايزنج فاكتور يعني حاجه فاكتور بيثبت الفايبرين، بيدعمه ويقويه، وبالتالي يخلي اللوز الشبكه اللوز اللي احنا كونناها دي لا تخليها كده قويه وتسد الجرح فعلا ما تتحركش من مكانها.
يبقى مين اللي بيساعد على الخطوة دي؟ قالك بيساعد عليها فاكتور 13، دي كده 13 تمام؟ يبقى دلوقتي احنا احتاجنا فاكتور 13 في اخر خطوة خالص، وبرده بمساعدة الكالسيوم، واحنا عمالين نقول كالسيوم كالسيوم ومش عاملين زوم عليه، هنعمل زوم عليه قدامه وهنعرف دور الكالسيوم مهم جدا في عملية الكواجيوليشن. لكن لو نلاحظ ان الكالسيوم بيساعد في كل الخطوات ما عدا بس اول خطوتين اللي هما الاكتيفيشن بتاع 11 و 12 دول ما بحتاجوش فيهم، لكن كل الخطوات بحتاج فيها كالسيوم تمام. طيب يبقى دي كده كانت اخر خطوه، حولنا الشبكه اللوز لشبكه قويه وما تتحركش وتسد الجرح كويس. دي الكلوتينج فاكتورز اللي احنا قلناهم بالارقام، لكن هنا مكتوبين بالاسامي بتاعتهم يعني، لكن الاسامي بتاعتهم احنا مش محتاجين منها اي حاجه، بس نعرف الحاجات المميزه عشان احنا هنذكرها قدام. الفايبرينجين هو فاكتور رقم 1، والبروثرومبين فاكتور رقم 2. محتاجين بس نعرف اسمهم لان احنا هنذكرهم قدام دلوقتي ونشوف الجروبات، لان احنا الفاكتورز دول مقسمينهم لجروبات، هما مش جروب واحد تمام. كل جروب ماشي بيسلك طريق معين، وطالما الجروب شبه يعني كم فاكتور بيسلكوا نفس السلوك مع زي بعض فبنحطهم في جروب مع بعض. فنعرف بس الاسامي المميزه زي الفايبرينوجين زي البروثرومبين. ومين تاني؟ الثالث اللي ال 13 فايبر، الفاكتور ال 13 اللي هو الفايبرين ستابلايزنج فاكتور، واحنا قلنا ده اسمه هو وظيفته، فنعرف اسمه وبالتالي كده نبقى احنا عرفنا وظيفته. ده كده بالنسبه للكلوتينج فاكتورز. بعد كده هقسم الكلوتينج فاكتورز دول لجروبين، تعالوا كده اما نشوف. اول جروب في الثلاثه، هما ثلاث جروبات، اسمها واحده اسمها فايبرينوجين جروب، والثانيه اسمها بروثرومبين جروب، والثالثه اسمها كونتاكت جروب. هنشوف كل جروب ونعرف احنا سميناه كده ليه. قال لك الفايبرينوجين جروب دي احنا سميناها باسم الفايبرينوجين علشان الفاكتورز اللي موجودين في الجروب دول بيسلكوا نفس السلوك بتاعه، اللي هو ايه؟ احنا قلنا الفايبرينوجين بيبقى موجود في صوره سولابل وبيحتاج ثرومبين علشان يتحول لصوره انسولابل اللي هو الفايبرين. الفاكتورز دول نفس الحكايه، فاكتور واحد اللي هو الفايبرينوجين او الفرد فيها اللي هو متسمي المجموعه باسمه اصلا، وفاكتور 5 وفاكتور 8 وفاكتور 13. الفاكتورز دول الاربع فاكتورز دول هم بيسلكوا نفس السلوك، كلهم بيحتاجوا ثرومبين عشان يحصل لهم اكتيفيشن، وكلهم كونسيومد يعني بيستهلكوا في خلال الكواجيوليشن، علشان كده ما بلاقيهمش في السيروم. تعالوا كده نعرف الاول هو ايه السيروم. قالك السيروم ده ببساطه شديده هو دي فايبرينيتد بلد. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا لو خدت عينه دم من بيشنت مثلا وحطيتها في انبوبه اختبار وما حطيتش عليها اي حاجه تمنع التجلط، سبتها كده بخيرها، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا هسيبها شويه فهلاقي ان حصل تجلط في الجزء اللي تحت وبقى هو لونه احمر كده، والجزء اللي فوق سائل شفاف اللي هو البلازما، هو ده بقى السيروم. السيروم ده هو عباره عن الجزء المتبقي اللي فوق الشفاف ده. المهم ان هو هنا بيقول لك ان انا لو جيت ادور على الفاكتورز دول مش هلاقيهم في السيروم عشان كلهم بيستهلكوا في الجلطه الدمويه اللي اتكونت تحت دي، فعشان ادور عليه انا مش هلاقيهم تمام. ده كده بالنسبه لاول جروب. يبقى تاني اول جروب اسمها فايبرينوجين جروب، اسمها فايبرينوجين يبقى انا هاخد اول فرد فيها اللي هو فاكتور رقم 1 اللي هو الفايبرينوجين. طيب معايا فاكتور رقم 5 وفاكتور رقم 8 وفاكتور رقم 13، علشان ما ننساش 5 و8 مجموعهم 13، 5 و8 مجموعهم 13، ومعانا اول فاكتور اللي هو متسمي المجموعه باسمه اصلا تمام. ندخل على الجروب الثاني اللي هي البروثرومبين جروب. قالك البروثرومبين جروب دي بتحتوي على اول فرد فيها اللي هو هي متسميه باسم مين؟ باسم البروثرومبين. واحنا قلنا البروثرومبين هو فاكتور رقم كام؟ فاكتور رقم 2. يبقى احنا معانا فاكتور رقم 2 ومعانا فاكتور رقم 7 ومعانا 9 ومعانا 10. الفاكتورز دول نفس الحكايه بيسلكوا نفس سلوك الثرومبين، كلهم بيحتاجوا فيتامين كي علشان يتصنعوا في الليفر، كلهم بيحتاجوا فيتامين كي علشان يتصنعوا في الليفر. وخلي فيتامين كي دي في جيبك علشان هنذكر قدام لو في الابنورماليتيز لما فيتامين كي ايه اللي بيحصل. وبالتالي بديهي جدا ان انا اكتشف من دلوقتي فيتامين كي لما يقل ايه اللي هيحصل؟ الفاكتورز دول مش هيتكونوا، هم اصلا بيتصنعوا في الليفر ومحتاجين فيتامين كي، فيتامين كي مش موجود الفاكتورز دول مش هيتكونوا. طب انا عندي كلوتينج فاكتور ما تكونتش، يعني ايه؟ يعني جسمي مش هيقدر يعمل جلطه، يعني جسمي النزيف لو حصل نزيف عشان يحصل تجلط هياخد وقت اطول من الوقت النورمال تمام. خلي المعلومه دي بيبك دلوقتي. يبقى كل الفاكتورز دول اللي هما 2 و7 و9 و10 محتاجين فيتامين كي. طيب وكلهم بيتصنعوا في الليفر زي ما احنا قلنا،
لكن احنا كنا قلنا في السلايد اللي فاتت ان الفاكتورز ما بلاقيهمش في السيروم، لكن هنا الاختلاف ان الفاكتور 2 بس اللي هو البروثرومبين بس هو الوحيد اللي بيستهلك فيه الكواجيوليشن، علشان كده ما بلاقيهوش في السيروم، لكن الباقي بلاقيهم موجودين عادي في السيروم. يبقى مين الفرد الوحيد اللي بيستهلك؟ اللي متسمي المجموعه على اسمه لانه الفرد المضحي، لانه بيستهلك في الكواجيوليشن فما بلاقيهوش في السيروم. برضو علشان ما ننساهمش، عندنا 2 و7 مجموعهم كام؟ 9، ونزود على 9 واحد تبقى 10. تمام، يبقى 2 و7 9 و10، دول بالنسبه للبروثرومبين جروب. نيجي بقى على الجروب الثالثه اللي هي الكونتاكت جروب، والكونتاكت جروب دي فيها 2 فاكتورز بس، فاكتور 11 وفاكتور 12. فاكتور 11 وفاكتور 12 اسمهم كونتاكت، هما يعني بيعملوا كونتاكت، ما لهمش يعني، انا مش عارفه مش ههبط بصراحه في وظيفتهم، لكن احنا عايزين نقول ان هما ما بيستهلكوش ديورنج الكواجيوليشن، يعني ما بيدخلوش في الكواجيوليشن نفسه، هما بس كده ما بيدخلوش جوه الجلطه يعني نفسها، فبلاقيهم عادي في السيروم، يعني لو دورت عليهم في السيروم هلاقيهم. تمام، ده كده بالنسبة لتالت جروب اللي هي الكونتاكت جروب. كده يا شباب احنا نكون خلصنا التلاتة ستيبس بتوع الهيموستيزيس، ألا وهما الفازو كونستريكشن والبليتلت بلاج والبلاد كلوت. تعالوا كده نشوف فيديو نشوف البلاد كلوت بتتكون ازاي ونرجع نكمل كلامنا. دلوقتي هنشوف البليتلت. At the site of vessel injury, the first platelets arrive to start sealing the wound. Simultaneously, the coagulation cascade with its various coagulation factors is activated. This involves two pathways, the extrinsic and the intrinsic pathway. Extrinsic activation begins with now exposed molecules of the vessel wall, such as tissue factor. سوري هو ده مش عامل زوم على الكولاجين، هو عامل زوم على تشو من بره، بصوا كده ده اهو يعني بره البلود فيسل، هو مش واخد زوم على الكولاجين، الكولاجين اللي هي الخطوط دي، هو واخد زوم على تشو من بره البلود فيسل. احنا كده احنا هنا كده جوه البلود فيسل، الحوارات اللي بتحصل دي كلها جوه زي ما احنا متفقين، التشو اللي بره ده هو اللي واخد عليه زوم. تعالوا such as tissue factor. على سطح التشو عندنا ريسبتورز كده زي ريسبتورز كده اسمها تشو فاكتور، تشو فاكتور لان هي على التشو. تمام، دلوقتي هيورينا هيشرح لنا دلوقتي الاكسترنسك باسوي which forms a complex with factor 7. رقم 7، فاكتور رقم 7 حصل له اكتيفيشن finally leading في التشو to the activation of factor 10. مكون لي كومبلكس كده، this factor الكومبلكس ده اتكون فين؟ اتكون بره، يبقى ده الاكسترنسك باسوي. تمام، ادي ده التشو فاكتور اهو، وراح ماسك معايا فاكتور 7 اللي هو اللي اكتيفيتد، وده فاكتور 10، فاكتور 10 هيجي يمسك في الكومبلكس ده مع بعضه ويحصل له اكتيفيشن. The 10A is the point at which the extrinsic and the intrinsic pathways of the coagulation cascade meet. ده كده الاكسترنسك باسوي. The intrinsic pathway consists of بصوا الانترنسك باسوي بدا بمين؟ Extrinsic and the intrinsic pathways of the coagulation cascades meet. The intrinsic pathway بدأ بفاكتور 12. The intrinsic pathway 12 حصل له activation لوحده. شفتوا الحتة اللي هي دي اللي بتبقى مخليه دي activated أصلا. الحتة دي حصل له activation دي activation ولا إيه لوحده في الكولاجين. ده كده الانترنسك. إحنا كده دخلنا جوه البلود فيسل. فأدي كده فاكتور 12 حصل له activation وهيعمل activation لفاكتور consists of various coagulation factors activating each other in a chain reaction. At its end, a complex with an additional cofactor is formed. This complex ده مكون من فاكتور 8 وفاكتور 9. Complex now activates factor 10. ويحصل له اكتيفيشن. Since the two pathways merge, فاكتور 10 من التو باسويز. ادي الاكسترنسك باسوي اللي عند التشو، تشو فاكتور اهو. وادي الانترنسك باسوي اللي فيه كل الفاكتورز، قلنا ده بنحتاج فيه فاكتور 7 بس، لكن ده بنحتاج فيه فاكتورز 11، نبدا ب 12 الاول وبعدين 11 و9 و8، وهو كده انا حصلت على فاكتور 10 الاكتيفيتد. طيب احنا قلنا فاكتور 10 ده كنا بنحتاجه مع مين؟ level of factor 10A. This factor has a pivotal role in the coagulation cascade. فاكتور 10 هيمسك في فاكتور 5 ويكونوا لي كومبلكس. ده الكومبلكس اللي كنا بنسميه اللي هو البروثرومبين اكتيفيتور كومبلكس، اللي بيعمل اكتيفيشن للبروثرومبين ده. انا عايز اخد مين اصلا؟ انا عايز اجيب ثرومبين. Down the cascade, factor 10A in combination with 5A
activates thrombin and induces the so-called thrombin burst. One molecule of factor 10A can catalyze the formation of 1,000 molecules. نفتكر كنت بحتاج الثرومبين علشان احول الفايبرينوجين لفايبرين. Molecules of thrombin. دلوقتي خلاص انا جهزت الثرومبين. These large amounts of thrombin cause the further activation of platelets and طبعا هو بيساعد في the enhanced formation of fibrin. بصوا ده الفايبرين يا شباب. الثرومبين كده بيجي يروح عامل له اكتيفيشن، شايل البتاع الكاب اللي فوق ده ليه كده ويعمل له ايه؟ اكتيفيشن. يعني ايه اكتيفيشن؟ يعني حوله من فايبرينوجين لفايبرين. Fibrin then forms strands, making up the mesh that stabilizes the platelet plug in an arterial clot and holds together the red blood cells in a venous clot. It can be concluded that the central role of factor 10A in the coagulation cascade makes it a viable target for therapeutic intervention in pathologically altered blood coagulation. كم موضوع يعني إلى جانب الهيموستاسيس، ونبدأ أول حاجة ونقول الريبير. إحنا اتفقنا إن خلاص أنا دلوقتي عملت قفلت الإنجري اللي موجودة، فخلاص هبدأ بقى أصلح الول بتاع البلاد فيسل عشان كل حاجة ترجع مطرحها، كل حاجة ترجع مكانها زي ما كانت في الأول. طيب الريبير ده بيبدأ إمتى؟ قالك الريبير ده بيبدأ بالظبط immediately أول ما كون البلاد كلوت، أول البلاد كلوت اللي إحنا لسه مكونينها الفيديو اللي فات دي، مجرد ما هي اتكونت خلاص هبدأ كده اعمل الريبيرنج واصلح البلود فيسل اللي عندي. طيب احنا كنا قلنا كده وقلنا هنذكرها في اخر المحاضرة، قلنا في فاكتور كده معين بيطلع من البليتلت وقلنا ان هو مهم جدا وهحتاجه في الاخر، اللي هو مين؟ مظبوط، البليتلت درايفد جروس فاكتور. البليتلت درايفد جروس فاكتور ده بحتاجه ان هو يعمل لي هيلينج للوول بتاع البلود فيسل افتر البلود كلوت ما تتكون على طول. تمام، ادي الجروس فاكتور. الجروس فاكتور ده يطلع لنا منين؟ اتفقنا ان هو بيطلع من الالفا جرانيولز اللي موجوده في البليتلتس. تمام، بيقولك بقى ان بعد الهيلينج بتاع الفاسكولار وول، خلاص بقى انا طلعت الفاكتور وعملت هيلينج، الفايبرين ثريدز الخيوط اللي احنا كوناها وشفناها الفيديو اللي فاتت دي ديسترويد، خلاص بقى بترجع تاني تتفك ويحصل لها عمليه اسمها فايبرينولايسيس. لايسيس يعني تحلل، ففايبرينولايسيس يعني احللها كده واحولها لماده اسمها فايبرينوجين ديجراديتد، هنشوفها قدام. المهم يعني ان احنا دلوقتي بنحللها خلاص عشان ما يبقاش عندنا الثريدز دي، هي اصلا مش نورمال انها تكون موجوده. تمام، وكده طالما انا حللت الشبكه وحللت الفايبرز دي فخلاص انا عملت ايه؟ ريموف للكلوت اللي انا كونتها، وكده كل حاجه ترجع مكانها لوضعها الطبيعي. يبقى ده كده بالنسبه للريبير. قلنا الريبير وهقول فيه كلمتين، البليتلي درايف جروس فاكتور بيساعد على الهيلينج just after ان البلاد كلوت تتكون. الكلمه الثانيه هي ايه؟ هيحصل فايبرينولايسيس، ان الفايبرين ثريدز دي هيحصل لها هتبقى ديسترويد والكلوت كده خلاص ريموفد وكل حاجه ترجع من مكونات الدم لمكانها الطبيعي. طيب هنا بقى بيقول لك الرول بتاع الكالسيوم في البلاد كلوت. احنا كنا عمالين نقول الكالسيوم، قعدنا نقول في الصوره اللي هي بتاعه البلاد كلوت اللي كنا عاملينها، قعدنا نقول هنا بمساعده الكالسيوم، وقلنا ان الكالسيوم بيشارك في كل الخطوات ما عدا اول خطوتين بس من الانترنسك باسوي، لكن الكالسيوم بحتاجه في كل الخطوات بتاعه البلاد كلوت فورميشن. وبالتالي لو الكالسيوم ده حصل له مشكله وقل في الجسم، الكالسيوم ده عامل حفاز مهم جدا بحتاجه علشان بلاد كلوت. دلوقتي انا حصل لي جرح وانا عندي الكالسيوم قليل، ايه اللي هيحصل؟ قالك اللي هيحصل ان هيبقى صعب جدا ان اوقف البليدنج اللي عمال يحصل، علشان الكالسيوم هو اصلا اللي بيساعد ان البلاد كلوت تتكون ويوقف لي النزيف. طيب قالك الكالسيوم علشان ما يقدرش يشتغل خالص، ان هو خلاص مش قادر يعمل اي بلاد كلوت، محتاج يبقى يعني يقل لدرجة ان هو يبقى حوالي 4 ملي جرام في الجسم. طب 4 ملي جرام في الجسم دي اساسا هو بيقول لك ان هي صعب جدا ان انت تشوفها في حد عايش، يعني دي مش حاله ان انت هتشوفها مثلا في المستشفى واحد كده، لا الشخص اللي عنده الكالسيوم 4 ملي جرام في الجسم ده ميت اساسا. فالحاله دي ان الكالسيوم ما يبقاش كافي ان هو يعمل بلاد كلوت اني مور خالص، ده ان هو 4 ملي جرام ده الشخص ده خلاص ميت، استحاله يكون عايش. طيب
طب لو هو شوية الكالسيوم ده شوية قليل، يعني مثلا حوالي 7 مللي جرام، يعني أكتر من 4 طبعا بكتير، 4 دي احنا قلنا إن هو خلاص شخص ديد أصلا. فلو الكالسيوم إلى حد ما قليل، قالك الكالسيوم لو حد لحد ما قليل هيعمل لي حاجة اسمها تيتاني، والتيتاني ده اللي هو الحاجة كده اسمها أعتقد ده يعني مش عارفة هو شلل ولا إيه، بس هو الرعاش يعني حاجة كده ارتعاش، هو بيبقى abnormal contraction للمسلز، المسلز الانفولنتري او الفولنتري، الايد والرجل المسلز عموما كده بيبقى حاصل لها ايه ابنورمال كونتراكشن وعماله بتسبب ارتعاش كده. الشخص ده كده في الكلينيكال يعني لما تيجي تقول له كده مد ايدك هتلاقيه مدد ايده وايده عماله تترعش بشكل كده ايه عشوائي يعني ابنورمال. تمام، المفروض ان احنا بنمد ايدينا كده احنا مثبتينها فهي ثابته، لكن هو ايده بتترعش كده على طول. ده بسبب ايه؟ بسبب حاله اسمها هايبوكالسيميا اللي هو الكالسيوم قليل، بيبقى تقريبا بيحصل له دروب لحوالي 7 مللي جرام. زي ما احنا اتفقنا 7 مللي جرام دي لحد ما نسبة هتسبب تيتاني لكن مش دس، لكن 4 مللي جرام ده الشخص ده اساسا المفروض ان هو اكيد ميت. ده كده بالنسبة لدور الكالسيوم في البلاد كلوت. احنا قلنا ان هو اسينشال كاتاليست، كاتاليست يعني عامل حفاز في كل التفاعلات زي ما احنا قلنا اكسبت اول اتنين زي ما احنا اتفقنا. طيب بعد كده هنتكلم على الانتي كلوتنج ميكانيزم. احنا اتكلمنا على الكلوتينج كله وعرفنا اهمية التجلط، وقلنا في بداية المحاضرة ان في فرق ما بين الجلطة الصحية اللي احنا عايزينها الناتشورال دي اللي هتحميني من النزيف وتحميني من اني افقد دم كتير، والجلطة التانية الباثولوجيكال. طيب انا اكيد جسمي فيه حاجات انتي كلوتينج ميكانيزمز اللي احنا هنتكلم عنها دي هدفها الاول والاساسي ان هي تمنعلي البلاد كلوت الابنورمال انها تتكون، ان لو جسمنا ماشي كده بشكل عشوائي بيكون جلطات، الجلطه دي ممكن تتكون في اي مكان في الجسم، في المخ، في اي مكان في الجسم وتسبب الموت كمان. فالحمد لله من رحمه ربنا، ربنا زي ما ادانا الكلوتنج ميكانيزم اللي احنا بنحتاجها لو حصل انجري، واتفقنا ان معظم الفاكتورز او هي كل الفاكتورز اصلا بتبقى ان اكتيف بتشتغل بس في حاله الانجري، فربنا برضو ادانا الانتي كلوتنج ميكانيزمز دي بتبقى موجودة في النورمال ستيت العادي بتحمينا من انه جلطة تحصل. هدفها ايه؟ فهدفها ان هي تقلل التندنسي ان انا ابقى معرضة ان انا يحصل لي جلطة في اي مكان، وفي نفس الوقت تعمل بريك داون للكلوت اللي اتكونت. يعني لو انا حصل لي جرح وحصل كلوت زي ما احنا اتفقنا بيحصل ايه؟ حاجة اسمها فايبرينولايسز، ان الفايبرين الخيوط اللي اتكونت دي بقى تبدأ تتقطع كلها وترجع الكلوت دي تتفك خلاص. فده هدف الكلوتنج ميكانيزم. عندنا الكلوتنج ميكانيزم دي انا هحطها تحت 2 كاتيجوري كده، وهي الميكانيزم ريليتد للاندوثيليوم بتاع البلاد فيسل، يعني كم حاجه كده كم خاصيه في الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسل بتاعه بتحميني من التجلط، وميكانيزم ثانيه ريليتد في البلاد الدم نفسه فيه كم ميكانيزم برضو بتحميني من التجلط. نبدا بالميكانيزم الريليتد للاندوثيليوم. قال لك اول حاجه فاكرين كده واحنا بنشرح احنا قلنا ان الاندوثيليوم اللي هي كانت الطبق الرز دي كنا بنقول انها طبقه مزحلقه كده وجميله وناعمه بتزحلق البليتلتس عليها، ادي اول خاصيه ان هي سموث وانتكت يعني قوي متماسك اندوثيليوم، ان الاندوثيليوم ده سموث فبيمنع الاكتيفيشن بتاع الكلوتنج فاكتورز والبليتلتس اصلا انها تعمل ايه تلزق عليها. احنا فاكرين ايه اللي كان بيعمل اكتيفيشن للكلوتنج فاكتورز؟ مين اللي بيبدا؟ مين القنبله الموقوته اللي بيبدا كل حاجه؟ فاكتور 12. قلنا فاكتور 12 اول ما يلمس الكولاجين او هو اصلا موجود في الكولاجين يبدا يعمل اكتيفيشن ل 11، و11 يعمل ل 9 و8، و9 و8 يعملوا ل 10، خلاص بكون جلطه. لكن طول ما الكولاجين مش موجود فخلاص الفاكتورز دي مش هيحصل لها اكتيفيشن ولا البليتلتس هتلزق وتعمل ادهيجن. فتمام، يبقى كده السموث والانتكت اندوثيليوم مهم جدا، ادي اول خاصيه. تاني خاصيه من الخواص بتاعته عندنا حاجه اسمها بروستاسايكلين. فاكرين في البليتلتس لما قلنا الفوسفوليبيدز اللي بتبقى موجوده فيها بتصنع لي حاجه اسمها بروستاجلاندينز، وقلنا ان البروستاجلاندينز دول مواد كتيره مش ماده واحده. طيب البروستاسايكلين ده بقى واحده من ضمن المواد اللي بسميها بروستاجلاندينز. بروستاسايكلين دي بتعمل انهيبيشن للريليز والاجريجيشن بتاع البليتلتس. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي حصل لي مثلا انجري زي ما قلنا بيتكون بليتلت بلاج، فخلاص يعني عارف اللي هو بعد ما الدنيا اتلمت فهي تبدا تعمل انهيبيشن بقى للحكايه دي، تقلل الريليز عشان ما يجيش تاني بليتلتس وتعمل اجريجيشن وتقلل الحكايه دي خالص. يبقى كده البروستاسايكلين مهمتها ايه؟ قال لك اول حاجه هنتكلم عنها انها واحده من البروستاجلاندينز، تاني حاجة انها بتقلل الريليز والاجريجيشن بتاع البليتلتس. طيب
تالت حاجه حاجه اسمها ثرومبوميديولين. قال لك الثرومبوميديولين ده هو سكريتد بالاندوثيليال سيلز اللي بتبقى موجوده في الاندوثيليوم بتاع البلود فيسلز. طيب ايه مهمته؟ قال لك اسمه ايه، ثرومبوميديولين، اوله ثرومبو، فهو بيروح يمسك في الثرومبين ويكون لي كومبلكس كده. الكومبلكس ده بيعمل لي اكتيفيشن لبروتين بسميه بروتين سي. ايه بروتين سي ده؟ خليه في جيبك برضو دلوقتي، هنذكر بروتين سي قدام ونقول بروتين سي ده عباره عن ايه. يبقى دلوقتي نقول الخاصيه الثالثه من خواص الثرومبو، من خواص الاندوثيليوم، ان هو ماده اسمها ثرومبوميديولين بتتفرز بالاندوثيليال سيل وبتعمل دورها انها تروح ماسكه في الثرومبين وتكون لي كومبلكس. الكومبلكس ده يروح يعمل اكتيفيشن للبروتين سي. طب البروتين سي ده ايه؟ هنقوله دلوقتي. تمام، يبقى تلات خواص للاندوثيليوم: سموث انتاكت بريزنس لمين؟ للبروستاسايكلين اللي بتقلل الريليز الاجريجيشن بتاع البليتلتس، وسترومبوميديولين اللي هو بيمسك في الثرومبين واكتيف بروتين سي. ده كده بالنسبه للاندوثيليوم. طب الميكانيزمز ريليتد للبلود، قال لك البلود برضو فيه كام خاصيه كده مهمه جدا انها بتساعد ان التجلط ما يحصلش. اول حاجه وحاجه بديهيه جدا الرابيد بلود فلو، ان سريان الدم في الاوعيه الدمويه سريع لحد ما، فده بيمنع ان اصلا يحصل تكتل للخلايا او للبليتلتس وتكون جلطه، فهو اساسا بيمنع التكتل ده فبالتالي منع جلطه، فادي اول خاصيه ان في رابيد بلود فلو. طيب تاني خاصية، قالك تاني خاصية احنا كنا ذكرناها وكنا عمالين نقول الكلوتينج فاكتورز اصلا بتتصنع في الليفر واللي بيتصنع منها في البليتلتس ومش عارفة ايه، بس في صورة انأكتف. ادي تاني خاصية انها في صورة انأكتف، ودي حاجة مهمة جدا انها مش شغالة. تالت خاصية او تالت حاجة موجودة في الدم، عندها مادة اسمها الهيبرين. هنذكر الهيبرين بشيء من التفصيل شوية قدام، لكن الهيبرين ده مادة مناعة للتجلط بتنتج في الجسم بشكل طبيعي من الماست سيلز والبيزوفيلز. يبقى دول الهيبرين ده بينتج من الخليتين دول، وهنتكلم عنه قدام شويه. طيب ده كده تالت حاجه. رابع حاجه عندنا ماده اسمها الانتي ثرومبين 3. الانتي ثرومبين 3 دي من اسمها انتي ثرومبين، يعني ايه؟ يعني هي بتمنع يعني ثرومبين اللي هي جايه من الثرومبس اللي هي الجلطه، فهي بتمنع التجلط. فادي انتي ثرومبين 3 ماده بتتكون في الليفر، دورها ايه او بتشتغل ازاي؟ قالك هي بتروح عاملة بايندينج مع الفاكتورز دول. بصوا، فاكتور 9، فاكتور 10، فاكتور 11، فاكتور 12. يبقى معانا فاكتور 9 و10 و11 و12، بس الفاكتورز العاديين اللي موجودين في الصورة الستيت في النورمال ستيت لا. قالك الاكتيفيتد الاي دي، احنا قلنا اتفقنا ان هي الاي دي اكتيفيتد، فهي بتروح جاية ماسكة في الاكتيفيتد فاكتورز اللي هم 9 و10 و11 و12 وتمنع الاكتيفيتي بتاعتهم. طب لما هي مسكت في 9 و10 و11 و12 هي كده وقفت لي انهي باسواي؟ مظبوط، وقفت لي الانترنسك باسواي اللي احنا قلنا اصلا هو ايه، هو اللي بيفعل جدا في تكوين اي جلطه. فبالتالي طالما هي وقفت الفاكتورز اللي بتسبب جلطه، فهي انا كده منعت لي الجلطه. طيب قالك الاكشن بتاع الماده دي فاسيليتيتد باي الهيبرين. لما هنيجي نتكلم على الهيبرين اصلا هنقول الطريقه بتاعت شغله او الميكانيزم بتاع شغله ان هو بيساعد الانتي ثرومبين. يعني ايه بيساعد الانتي ثرومبين؟ يعني بيقوم بنفس دوره، سوري بيساعد ان هو يقوم بدوره، يعني بيساعد الانتي ثرومبين انه يمسك في الاكتيفيتد فاكتورز دول ويخليها ان اكتيف، وبالتالي يعمل بلوك للاكتيفيتي بتاعتها. طيب خامس حاجه، بريزنس اوف بروتين سي وبروتين اس. لسه ذاكرين بروتين سي فين؟ في الثرومبوميديولين. قلنا ان الكومبلكس اللي بيتكون من الثرومبوميديولين والثرومبين ده بيأكتفوا لي البروتين سي. طب بروتين سي وبيعمل ايه؟ قالك بروتين سي معاه بروتين كمان اسمه اس، دول natural anticoagulant، يعني هي مواد طبيعية موجودة في جسمنا وهي anticoagulant مناعة للتجلط. عنديش فيها اي تفاصيل غير انها بتتصنع في الليفر وبتحتاج فيتامين كي. نفتكر كده مين اللي كان بيحتاج فيتامين كي تاني؟ كان الجروب بتاعة البروثرومبين جروب، قلنا برضو انها بتتصنع في الليفر وبتحتاج فيتامين كي علشان نربط الدنيا ببعض. تمام، يبقى كده فيتامين سي فيتامين بروتين سي وبروتين اس بيتصنعوا في الليفر ومحتاجوا فيتامين كي وهم ناتشرال انتيكواجولانت. طيب سادس حاجه عندنا حاجه اسمها فايبرينوليتك سيستم. تعالوا كده ما نقسم كلمه فايبرينوليتك. احنا قلنا فايبرينوليتك فايبرينوليسيس قدام، اللي هي ان انا بحلل الفايبرين اللي بيتكون الثريدز دي واكون ماده اسمها فايبرين ديجراديتد برودكت، اللي هي مش فايبرين، يعني مش يعني فايبرين متكسر بمعنى اقرب. تمام، السيستم ده عباره عن ايه؟ قالك هو عباره عن بسميه كده بين قوسين بلازمينوجين بلازمين سيستم. ايه البلازمينوجين بلازمين؟ احنا اتفقنا ان اخر اي حاجه اخرها جن يعني ان اكتف، ف
فمعنى كده ان انا من قبل ما ادخل في اي تفاصيل ان البلازمينوجين هيتحول لبلازمين. طيب انا دلوقتي بحتاج الفايبرينوليتك سيستم ده في ايه؟ مش احنا كنا اصلا قلنا ان بعد الهيلينج خلاص احنا الخناقه اتلمت والاصابه اتلمت وكل حاجه، خلاص انا مش محتاجه البلاد كلوت، فاحتاج ان انا اشيلها. فبعمل اول حاجه فايبرينوليسيس، فدي انا بحتاج اصلا الفايبرينوليتك سيستم ده في كده. طب الفايبرينوليسيس ده بيتم ازاي؟ قالك عندنا ماده اسمها البلازمين. البلازمين دي بتتكون منين؟ بكونها من البلازمينوجين سوري. يبقى البلازمينوجين بيتحول لبلازمين، والحكايه دي البلازمينوجين ده بيتصنع في الليفر. طيب قالك الاكشن اوف تيشو بلازمينوجين ده اكتيفيتور تي بي بايز اكشن اللي هو ماشي. بص دلوقتي البلازمينوجين عشان احوله لبلازمين بحتاج حاجه اسمها تي بي اي اللي هو تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور بيتصنع فين اصلا؟ بيتصنع في الليفر. تمام، ده كده بالنسبه للبلازمين والبلازمينوجين. طب البلازمين ده اصلا انا دلوقتي كونت بلازمين هعمل بيه ايه؟ قالك ما هو البلازمين ده اساسا انا بكونه علشان يعمل لايسز يحلل الفايبرين والفايبرينوجين يحولهم للفايبرين ديجراديتد برودكت اللي هو الاف دي بي كاختصار يعني. تمام، ويتش انهبيتد ثرومبين. وبالتالي طالما انا وقفت الثرومبين، يعني انا كنا بنقول ان الثرومبين هو ان انا بحتاجه عشان يحول الفايبرينوجين لفايبرين، فانا وقفت الثرومبين فبالتالي الفايبرينوجين مش هيتحول لفايبرين، وفي نفس الوقت رحت جاي على الفايبرين اللي اتكون ورحت عامله له لايسن بالبلازمين، يبقى انا كده منعت الطريقين، منعت ان يتكون جديد فايبرين جديد والفايبرين القديم اللي موجود عندي رحت محلله. تمام، ده كده بالنسبه للفايبرينوليتك سيستم. بين قوسين هو بلازمينوجين بلازمين سيستم، اعرف ان انا طالما جين دي يبقى انا هحول بلازمينوجين هحوله لبلازمين. هيتم الحكايه دي فين؟ هتتم في الليفر. طب هتحتاج مين اللي انا محتاجاه عشان تتم؟ محتاج تي بي اي اللي هو مين؟ تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. طيب كونت البلازمين هعمل بيه ايه؟ قال لك هعمل بيه حاجتين. قال لك اول حاجه انا هكسر الفايبرين اللي موجود اللي اوريدي موجود واتكون، فهكسره هحلله هحوله لماده اسمها اف دي بي فايبرين ديجراديشن برودكتس. طب الاف دي بي هيروح يعمل ايه؟ هيعمل انهيبيشن للثرومبين، وبالتالي يعمل انهيبيشن ان فايبرين جديد يتكون. وكده الفايبرينوليتك سيستم سادس خاصيه من خصائص الدم المانعه للتجلط. نعيدهم تاني سريعا: الرابيد بلاد فلو والكلوتنج فاكتورز بتبقى ان اكتف فورم، وعندنا الهيبرين وعندنا الانتي ثرومبين 3 اللي بيساعدها الهيبرين برضو، وبريزنس اوف بروتين سي وبروتين اس اللي هم ناتشرال انتي كواجولانتس، وعندنا حاجه مهمه جدا جدا الفايبرينوليتك سيستم اللي بيساعدني ان انا اكسر الفورمت كلوت اللي انا كونتها ديورنج انجري. تمام، ده كده بالنسبه للناتشرال انتي كواجولانتس. هنا بيتكلم على الانتي كواجولانتس، هنقسمهم لحاجتين. هنقول في انتي كواجولانتس يعني موانع التجلط، يعني هقول ان فيترو اللي هي في المختبر وان فيفو اللي هي في الجسم. هقسمهم بس الحاجتين كده وهشوف. انا الهدف ان انا اقول ان فيترو ان انا اقول الانتي كواجولانتس ان فيترو انا بستخدمها ليه اصلا؟ انا بحتاج الانتي كواجولانتس في المختبر ليه؟ دلوقتي انا خدت عينه بلاد من بيشنت والمفروض ان انا هشتغل عليها كمان شويه، ما ينفعش ان انا اخدها واركنها في التلاجة مثلا على ما اجي اشتغل عليها هتبقى اتجلطت مش هعرف اعمل فيها اي حاجه وخلاص باظت، هحتاج ان انا اخد عينه جديده. فالمفروض ان في المعامل، فمعامل التحاليل اول حاجه الانبوبه اللي بياخد فيها العينه بتبقى انبوبه سيليكون، وبيبقى حاطط فيها ماده الاوكساليت والستريت. هنقول دلوقتي دورهم ايه بس علشان الدم اللي هياخده ده لو هيركنه شويه هيفضل محافظ على السيوله بتاعته ويقدر يشتغل عليه، اكيد مش هيركنه شهر شهرين يعني، بس ايه يسيبه حتى الفتره البسيطه اللي هو على ما يشتغل عليه. تمام، يبقى انا محتاجه الحاجات دي في المختبر علشان احافظ على عينات الدم. طيب احنا قلنا ان الانبوبه اللي بياخد فيها انبوبه ايه؟ سيليكون تيوب، انبوبه سيليكون. طب ليه؟ قال لك ده بهدف ان انا امنع الاكتيفيشن بتاع فاكتور 12. فاكتور 12 ده احنا كنا قايلين عليه القنبله الموقوته، مجرد ما ده اشتغل هيبدا يشغل الباقي كانها كده ايه عود كبريت ومسك في كومه قش، هو مجرد ما هو يولع خلاص. فهو يمنع الاكتيفيشن بتاع الفاكتور 12 ويمنع برضو الاكتيفيشن بتاع البليتس، وبالتالي يمنع التجلط في العينه. خلي بالنا ان احنا عاملين نتكلم ده كله في العينات في المختبر. تمام، طيب ايه تاني بستخدمه في المختبر؟ احنا كنا قلنا الانبوبه هنحط فيها اوكساليت وهنحط فيها ستريت. طب الاوكساليت والستريت دول ليه؟ قال لك عندنا حاجه مهمه جدا في الدم كنا اتكلمنا عنها وعملنا زوم عليها، الكالسيوم. الكالسيوم احنا قلنا مهم جدا وبيدخل في كاتاليست يعني محفز في كل خطوات التجلط،
وبالتالي لو انا وقفت الكالسيوم ده وعملت له بريسيبيتيشن، رصبته كده تحت، قلت له تعالى كده اقعد على جنب، انا مش محتاجك دلوقتي، انا كده منعت التجلط. فبمنع التجلط بطريقه من الاثنين، يا اما ان انا اعمله بريسيبيتيشن ارصبه تحت عن طريق الاوكزاليت ايونز، يا اما اعمله دي ايونايزيشن. دي ايونايزيشن يعني هشيل الشحنتين الموجبتين اللي عليه دول، تمام، وكده ابقى انا برضو منعت الشغل بتاعه باي الستريت. يبقى اوكزاليت وستريت بهدف ان انا اعمل انهيبيشن للكالسيوم، سيليكون تيوب بهدف ان انا اعمل بريفنشن ان الفاكتور 12 يحصل له اكتيفيشن او البليتليتس، والحاجه الثالثه والاخيره اللي بستخدمها في المختبر الهيبرين. وعرفنا ان الهيبرين بيساعد ماده اسمها الانتي ثرومبين 3، والانتي ثرومبين 3 دي لو في فاكتورز اكتيفيتد بتروح ماسكه فيها وتعمل بلوك للاكتيفيتي بتاعها، تمام. ده كده بالنسبه للانتي كواجولانتس اللي بستخدمها ان فيترو في المختبر. طيب بالنسبه للانتي كواجولانتس اللي موجودين في الجسم، احنا اتكلمنا عن شويه منهم، لكن هنا هنعمل زوم على مادتين موجودين في الجسم انسايد ذا بودي دي. في يعني دول الستريت والاوكزاليت وكده، دي حاجات في المختبر ما ينفعش مثلا حد يجي يقول طب واحد عنده جلطه هديله اوكزاليت وستريت، ما ينفعش، دي حاجات في المختبر. لكن الحاجات اللي اقدر استخدمها كانتي كواجولانت موانع التجلط في الجسم في الانسان الحي عادي، حاجتين، مادتين، ماده اسمها الهيبرين وماده اسمها ديكومورل. هنقارن ما بينهم كده بحيث النقط اللي قدامنا دي. اول حاجه الهيبرين الاوريجين بتاعها ايه، احنا قلنا عليها فوق، الماست سيلز والبيزوفيل. لكن الديكومورل الاوريجين بتاعه من البلانت، هو بلانت سورس. طيب المود اوف اكشن الاثنين بيشتغلوا ازاي؟ من حيث الميكانيزم احنا قلنا برضو الهيبرين فوق، ان هو الميكانيزم بتاعته بيفاسيليتيت، بيساعد الاكشن بتاع الانتي ثرومبين 3 اللي هو بيتصنع في الليفر، وبيعمل بلوك للاكتيفيتي بتاعه الايه الفاكتور 9 و10 و11 و12، بلوك 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 بلوك. ده كده الهيبرين. طيب بالنسبه للديكومورال، قالك الديكومورال ده هو بيعمل كومبيتيتيف انهيبيشن لفيتامين كي. فاكرين فيتامين كي؟ احنا قلنا فيتامين كي اسينشال علشان يكون مين الفاكتورز اللي بتتكون في الليفر، اللي هما مين نعدهم مع بعض؟ البروثرومبين جروب والبروتين سي والبروتين اس. الفاكتورز دول بيتصنعوا في الليفر وبيحتاجوا فيتامين كي جدا. فده الديكومورال ده بيجي يروح جاي متخانق مع فيتامين كي على الريسبتور بتاعه، واخد مكانه، فيتامين كي ما يعرفش يشتغل، وبالتالي الفورميشن بتاع البروثرومبين جروبز الفاكتورز اللي هما قلنا ان هما كام، 7 و2 9 و10 معاهم، ومعانا كمان بروتين سي واس، تمام، دول كده مش هيتصنعوا، بالتالي منعت التجلط. طيب بالنسبه للسايت اوف اكشن، احنا قلنا الهيبرين ذكرناه فوق مرتين، مره في البلد ومره في الانفيترو، فانا بستخدمه ان فيفو وانفيترو عادي. في حقن هيبرين بتتاخد انترافينوس وانتراماسكولار، وفي برضو في المختبر او المعامل بيحط الهيبرين على العينات عشان تمنع التجلط. طب انا ليه بستخدم الهيبرين في وفي الجسم عادي وما بستخدمش الديكومورال؟ قال لك بسبب السببين دول. قال لك بسبب ان الهيبرين رابيد وانسيت، يعني اول ما بديه بيشتغل على طول، اول ما بحطه في العينه بيشتغل على طول، وبرده لو اديته انترافينوس او انتراماسكولار بيشتغل على طول ويوقف اي جلطه. فطبعا مش هدي الديكومورال اللي هو سلو وانسيت، فانا محتاجه وقت. لا انا دلوقتي قدامي واحد بيموت مثلا، او قدامي عينه دم محتاجه احافظ عليها دلوقتي، تمام، فمش هينفع طبعا الديكومورال. يبقى بسبب السببين دول، ان هو رابيد وانسيت وشورت ديوريشن برده، يعني مش بيفضل شغال فتره كبيره، فبدي الهيبرين. لكن الديكومورال ده بقى بيشتغل على مهله، بقى دي بيدي على ما يشتغل كده محتاج وقت، وفي نفس الوقت لما يشتغل يقعد برضو على مهله كده لونج ديوريشن شغال في الجسم المفعول بتاعه موجود، وبدي اورال طالما هو كده كده سلو وانست، فانا مش هيشتغل على طول، فانا ادي اورال، مش محتاج ان انا ادي انتروفينوس في حاجه، تمام. وبالتالي لما نيجي نقول في الامرجنسي بنستخدم ايه، بنستخدم الهيبرين طبعا، لو حاله جايه عندها جلطه اكيد بنستخدم الهيبرين، ما بنستخدمش الديكومورال. طب الانتي دوت بتاعه، الانتي دوت بتاعه اللي هو المضاد بتاعه، مثلا حد حصل له توكسيستي مثلا وخد هيبرين جرعه زياده مثلا، فبديله ايه علشان تعادلها او توقف الشغل بتاعها؟ بديله بروتامين سلفيت، ماده اسمها بروتامين سلفيت. طيب الديكومورال بديهيات، احنا قلنا ان هو كومبيتيتيف مع فيتامين كي، فانا الانتي دوت بتاعه فيتامين كي، هما كده نائر ونير مع بعض، لو انا عايزه اوقفه هديله فيتامين كي، لو عايزه اوقف فيتامين كي هدي ديكومورال، تمام. ده كده بالنسبه للانتي كواجولانت، وقايم مقارنه سريعه ما بينهم. هنا برضو كده جميعة، احنا بنقول ان فيترو جمعهم ستريت اوكزاليت سيليكون تيوب والهيبرين، لكن ان فيفو اللي هو الهيبرين والديكومارول بس. ده كده بالنسبه للمحاضره، وكده يعتبر خلاص خلصنا، بقى لنا بس جزء بسيط جدا مش هياخد ان شاء الله 10 دقائق،
وهي الابنورماليتيز اوف الهيموستاسيس. يعني ايه ابنورماليتيز اوف الهيموستاسيس؟ يعني انا عندي مشكله في كفء النزيف. عندي ثلاث حاجات هناخدهم، حاجه اسمها البربرا، وحاجه اسمها الهيموفيليا، وحاجه اسمها الفيتامين كي ديفيشنسي اللي احنا ذكرناه وقلنا هنشوف المشكله بتاعته لو قال ايه. نبدا باول حاجه البربرا، وبالمناسبه هي دي صورتها. احنا شايفين قدامنا ايه في الصوره؟ شايفين قدامنا ادي واحد اهو، دي حاجات كده بانكيتويتس نقط، ودي زي باتشي اللي هي حاجه زي تصغير باتش يعني نقط كده بيربل، وتحسوا كده انها زي هيموريدج تحت الجلد، هيموريدج تحت الجلد. تفتكروا ايه المشكله؟ والله ببساطه المشكله ان العيان ده عنده مشكله في البليتلتس، عنده مشكله في الصفائح الدمويه في الجسم. حاجه من الاثنين، يا اما عددها مش كويس قليل، يا اما مش موجود عددها عادي، يا اما مش شغال. تعالوا كده اما نبص. قال لك اول حاجه الديفينيشن بتاعها هو ديزيز كاركترايزد باي ايه، بالصوره اللي احنا شفناها، بيربلش بانكتويتس، نقط كده بيربل موجوده تحت الجلد او موجوده على الجلد. هي احنا قلنا هي عباره عن ايه؟ عباره عن زي نزيف صغير كده، يعني لو قدرا حصل انجري للبلود فيسل صغير هيحصل هيمرج تحته وهيعمل المنظر اللي احنا شفناه ده، تمام؟ وبيبقى موجود على السكن. طب الكوز زي ما قلنا ان العيان ده عنده مشكله في البليتلتس، يا اما الكاونت بتاعه قليل، يا اما الفانكشن بتاعتها يا اما هي مش شغاله، فانكشن اللي مش شغال. لو الكاونت بتاعها قليل بسمي الحاله دي ثرومبوسايتوبينيك. بصوا ثرومبو اللي هي الثرومبو اللي هي الثرومبوسايت اللي هي البليتلت، ثرومبوسايت اللي هي البليتلت، بينك المقطع الاخير ده يعني قليله، ثرومبوسايتوبينيك يعني ايه؟ نقص في عدد البليتلتس، الكاونت بتاعها قليل، وبسمي الحاله دي زي ما قلنا ثرومبوسايتوبينيك بربرا. طيب الديفكت بقى ان عندي البليتلت عددها النورمال عادي، موجود في عددها نورمال عادي في الجسم لكن مش شغاله، فكده تبقى المشكله في الفانكشن. طالما المشكله في الفانكشن بسميها ثرومبو اثينيك بيربرا، ثرومبو اثينيك بيربرا، تمام؟ كده عندنا نوعين من البيربرا، ثرومبوسايتوبينيك وثرومبو اثينيك، مشكله في العدد ومشكله في الفانكشن. وقال لك في البيربرا قال لك البليدنج تايم بيبقى برولونجد. يعني ايه؟ يعني لو احنا بيبقى المفروض ان احنا عندنا وقت، يعني وقت معين كده هتاخدوه ان شاء الله في سكشن عملي، وقت معين كده ان الدم يحصل له كلوتنج والنزيف يقف. ففي البربرا البليدنج تايم بيبقى برولونجد. ركز علشان هنقارن ما بينها في حاجه قدام. بقى البليدنج تايم بيبقى ايه؟ برولونجد. لكن لو هنتكلم على الكلوتنج تايمز، فالكلوتنج تايم المفروض ان هو نورمال. هتاخدوا الكلوتنج تايم والبليدنج تايم. الكلوتنج تايم اللي هو الوقت اللي الفايبرينوجين بيتحول لفايبرين فيه ويكون كلوت. البليدنج تايم اللي هو الوقت اللي بيحصل فيه بليدنج لحد ما النزيف كله يقف. هتاخدوها يعني عملي بالتفصيل اكتر من كده كمان، تمام؟ ده كده بالنسبه للبربر. هناخد تاني حاجه اللي هي الهيموفيليا. الهيموفيليا دي تقريبا احنا سمعنا عنها تقريبا في الاحياء في ثالثه ثانوي، وبس خدناها كده ايه، معدينا عليها مرور الكرام. الهيموفيليا دي هي حاجه كونجينيتال. يعني ايه كونجينيتال؟ يعني الطفل ده بيكون مولود عنده مشكله في الجينات، عنده مشكله في جين معين، يعني مش فاكره اسمه بصراحه، بس هو بيبقى مشكله في جين معين بيسبب ديفيشنسي في الكلوتنج فاكتورز. يعني الكلوتنج فاكتورز اللي عنده نقص في كلوتنج فاكتورز معينه، تمام؟ بقسم الهيموفيليا دول لثلاث انواع. يبقى اول حاجه هي كونجينيتال، حاله كونجينيتال هو بيتولد بيها كده طبيعي، مشكله في الجينات. تاني حاجه بقسمها لثلاث انواع، هيموفيليا A، هيموفيليا B، وهيموفيليا C. بقسمها ثلاث انواع على اساس ايه؟ بقسمها على حسب الفاكتور اللي حاصل فيه ديفيشنسي. قال لك هيموفيليا A بتبقى في 80% من الناس، وبيبقى عندهم ديفيشنسي في الفاكتور 8، يبقى 80% فاكتور 8، 80% فاكتور 8. طيب هيموفيليا B، قال لك هيموفيليا B دي بتبقى 15% بس من الناس، وبيكون عندهم ديفيشنسي في فاكتور 9. هيموفيليا C بيبقى اقل طبعا، تقريبا حوالي 5%، نسبه قليله جدا من الناس، وبيبقى عندهم مشكله في فاكتور 11، تمام؟ يبقى كده عندنا المشكلة في فاكتور 8 و 9 و 11، 8 و 9 و 11 بتوع الهيموفيليا، هيموفيليا A و B و C دول التايبس بتاعها. المشكلة ايه في هيموفيليا C؟ قال لك هيموفيليا عموما ولا ايه؟ الهيموفيليا عموما مشكلة فيها ان الكلوتنج تايم بيبقى برولونجد. فاكرين احنا قلنا البربرا المشكلة في البليدنج تايم بيبقى برولونجد، يعني البليدنج تايم النزيف بيقعد وقت اطول من النورمال. لكن هنا المشكله فين؟ المشكله في الكلوتنج تايم، على ما الجلطه نفسها تتكون،
على ما الفايبرينوجين يتحول لفايبرين وتشوف خيوط الفايبرين كده قدامك في السكشن ان شاء الله، المفروض بيبقى تقريبا حوالي اي ثينك يعني 5 لـ7 ثواني تقريبا على الذاكره. لكن في الهيموفيليا لا، الكولتنج تايم بيبقى ايه اطول. اخر حاجه الحمد لله الفيتامين كي ديفيشنسي. الفيتامين كي ديفيشنسي احنا اتفقنا ان الفيتامين كي مهم جدا في تصنيع فاكتورز معينه زي البروثرومبين جروب والبروتين سي واس. نعرف مصدر فيتامين كي في الجسم الاول. فيتامين كي في الجسم بيتصنع في الانتستين اللي هي في الامعاء، وبيتصنع باي بكتيريا تقريبا سمعنا عنها قبل كده، البكتيريا فلورا. بكتيريا فلورا دي من البكتيريا اللي هي مش بتعمل امراض يعني، بتبقى موجوده في الجسم كمان مفيده جدا لانها بتصنع لي اهو فيتامين كي. يبقى دلوقتي فيتامين كي عرفنا عنه معلومتين، ان انا بحتاجه في تصنيع كلوتنج فاكتورز، و بيتصنع اصلا بيتنتج من بكتيريا فلورا اللي موجوده في الانتستين. الديفيشنسي بقى المعلومه الثالثه، الديفيشنسي في الفيتامين دي بتعمل مشاكل، انها بتقلل الكواجيوليشن فاكتورز لان هو بتدخل في تصنيعها، وبالتالي ايه زي ما احنا اتفقنا وقلنا قبل كده مش هيتصنع. الحاله دي غالبا بنشوفها في الاطفال، بتلاقوا كده الاطفال غالبا يعني بيبقى عندهم نزيف من مناخيرهم اكتر، بتلاقيه مجرد اي حاجه اي خط اي تروما خفيفه في مناخيره بتلاقيه بدا ينزف، وتلاقي النزيف مش يعني على عمله وعلى البطال كده. الطفل ده غالبا بتبقى في الاطفال زي ما قلنا، الطفل ده بيبقى غالبا عنده فيتامين كي ديفيشنسي. تمام، تعالوا بقى نعرف الاسباب بتاعه فيتامين كي ديفيشنسي. اول حاجه احنا قلنا مصدره من البكتيريا فلورا، وبالتالي اول سبب اتوقعه ان مشكله نفسها في البكتيريا فلورا. البكتيريا فلورا ابسنت، مش موجوده في الانتستين. طب الحكايه دي ممكن تحصل فين؟ قال لك ممكن تحصل في النيولي بورن، الاطفال اللي لسه مولودين بيكون عندهم البكتيريا احيانا يعني بيبقى البكتيريا فلورا دي ابسنت او لسه يعني مش افكتيف. والبرولونجد يوز للانتي بايوتكس، الناس اللي بتاخد انتي بايوتكس على العمال وعلى البطاله كده، الانتي بايوتك مش هيجي يفرق بين بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره، هو بيبقى برود وغالبا يعني بيقلل البكتيريا دي او بيخليها كمان ابسنت في الانتستين، وبالتالي يقلل الفيتامين كي. انا كده عندي اول سبب ابسنت اوف البكتيريا فلورا ان في نيولي بورن وفي البرولونجد يوز اوف الانتي بايوتكس. طيب تاني سبب ممكن يحصل، قال لك حاجه اسمها الاوبستراكتيف جوندس. الاوبستراكتيف جوندس دي اللي هي الصفره لو سمعنا عنها قبل كده، فالصفره دي المشكله فيها ان هي بتقلل الابزوربشن بتاع فيتامين كي. فيتامين كي هو بينتج في الانتستين وبعدين بيمتص من الانتستين وبعدين يعدي على ايه كل الجسم، ان شاء الله تاخدوه سنه تانية بالتفصيل. فهو علشان يمتص من الانتستين لو حد عنده صفره او اوبستراكتيف جوندس ده بيعمل مشكله في الامتصاص بتاعه، وبالتالي فيتامين كي اللي في الجسم. تالت مشكلة معانا اللي هي liver disease، هي برضو مترابطة مع obstructive jaundice شوية، لأن برضو المشكلة في liver disease البايل secretion بيقل. البايل دي اللي هي العصارة الصفراوية بتنتج من المرارة اللي هي جنب الليفر، فلو حصل مشكلة في الليفر القناة بتاعة المرارة يعني مش هتعرف تخرج البايل بتاعتها، وبالتالي تعمل مشكلة في الابزوربشن بتاع الفيتامين كي. يبقى دول مرتبطين ببعض شوية، obstructive jaundice اللي هي الصفرة والliver disease. ايه رابع حاجه؟ الكومبيتيتيف انهيبيشن اللي احنا كنا قلنا عليه، الدراج اللي اسمه ديكوميرال. ديكوميرال ده احنا قلنا هو كومبيتيتيف مع فيتامين كي، وبالتالي لو انا اديته او اتنتج في الجسم بشكل زياده فهيعمل ديفيشنسي في فيتامين كي، وبالتالي يعمل مشكله في الكواجيوليشن فاكتورز. وصلنا لاخر المحاضره، تعالوا بقى نجيب السلايد الاقرب لقلوبنا كلنا. ثانك يو. أتمنى تكونوا فهمتوا إن شاء الله، يعني المحاضرة تكون بسيطة وسهلة وتفهموها. لو في أي مشكلة ابعتوا لنا، وإن شاء الله لو حد عنده أي أسئلة برضه يبعت لنا. ما تنسوش الشير وسوي سبسكرايب ولايك للفيديو، والسلام عليكم.